بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. في هذا الفيديو إن شاء الله راح نخصوه الحساب التكاملي للدوال المثلثي، أي الكالكول انتغرال دي فونكسيون تريغونوميتريك. هذا الفيديو خاص بشعب أي علوم تجريبية رياضيات وتقني رياضي. نبدأ على بركة الله. عندنا الدالة الحساب الأول، مطلوب منا حساب E يساوي أي التكامل من صفر إلى P كوسينوس X تفاضل X. نعرف كامل باللي F ل X لما تكون عندنا الدالة F ل X تساوي كوسينوس X، يعني الدالة الأصلية تاعها هي سينوس x بلس c اي كونستانت. هذا واش يساوي؟ هذا يساوي اي الدالة الأصلية تاع كوسينوس x اللي هي سينوس x، وهنا الب وهنا الأب، ومنه يساوي ماذا؟ يساوي اي f لي بي ناقص f لي a، يعني سينوس في بلاصة الاكس ندير بي ناقص سينوس صفر، ومنه يساوي ما او بالاحرى ندير تحتها باش تفهموا هنايا، يساوي سينوس بي. سينوس بي اوتوماتيكمون كامل نعرفو بلي يساوي الصفر. هاي الدائرة المثلثية امامك ذات المركز او ونصف القطر. R يساوي واحد، هذه الدائرة المثلثة. إذا قلنا سينوس بي، لاحظ الخط اللي بالأزرق هو تاع السينوس، حيث هو محصور بين ناقص واحد والواحد، واللي بالأحمر هو تاع الكوسينوس محصور بين واحد وهنا ناقص واحد وواحد. أي لو قلنا سينوس بي بي هاي وراهي، واش تساوي؟ تساوي الصفر توكور. هاي سينوس بي ها وراه يبدا منها، ها هو الصفر، كي تجي طالع 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 حتى يلحق الواحد، اي القيمة تاعو لاحظ هنايا في الموجب راهو محصور بين الصفر والواحد، وفي السالب راهو محصور بين ناقص واحد والصفر. اذا هنا سينوس بي تساوي صفر، سينوس الصفر كيف كيف هي سينوس بي، لاحظ عندهم نفس السينوس ناقص الصفر، ومنه هذه نسيبوها تساوي ماذا؟ تساوي الصفر. الآن نشوفوا حالة أخرى اللي هي جي تساوي تكامل من صفر إلى بي سينوس إكس تفاضل إكس. هنا لاحظ واش يساوي؟ يساوي لنا أولا شوف مليح، عندنا إف لإكس، لما إف لإكس تساوي سينوس إكس، الدالة الأصلية تاعها هي ماذا؟ هي ناقص كوسينوس إكس ناقص عفوا زائد لاكونستانت سي، ومنه هنا يساوي الدالة الأصلية تاع سينوس إكس اللي هي ناقص كوسينوس إكس هكذا، وهنا بي عفوا ها درنا الدالة الأصلية ناقص كوسينوس إكس بي والصفر، ومنه نحسب الآن إف لأ ناقص إف لبي، أي تولي لنا ناقص كوسينوس بي ناقص كوسي ناقص ناقص عفوا ناقص ناقص لأن هنا ناقص كوسينوس إكس، يعني إف لبي ناقص إف لأ أي ناقص كوسينوس صفر هكذا. عندنا ناقص كوسينوس بي اي ناقص نخلوها على جهه، نروحو نشوفو كوسينوس بي واش يساوي. كوسينوس بي قلنا بلي منا في الكوسينوس هذا الواحد ومنا ناقص واحد، كوسينوس بي راهو كي يبدا منا يجي حتى يلحق يكون هنا وين؟ في الناقص واحد، يعني ناقص ناقص واحد. ومن بعد عندنا ناقص وعندنا ناقص كوسينوس صفر، ناقص كوسينوس صفر هو بحد ذاته ناقص الواحد كذلك.
اشكال كوسينوس صفر يساوي الصفر. ها هو كوسينوس ناقص، عفوا كوسينوس صفر يساوي الواحد، ومنه ناقص ناقص واحد، ناقص ناقص واحد. ومن بعد واش تصبح عندي؟ تصبح عندي اي زائد واحد زائد واحد، اذا النتيجة هي اثنان. نروحوا الى دراسة تكامل اخر كذلك، هذا المرة نشوفوا التكامل في الكوسينوس والسينوس معا. نشوفوا هذا المرة عندنا ندرس التكامل هذا، اي تكامل من صفر الى بي للدالة المعرفة بهذه اثنين كوسينوس اكس ناقص ثلاثة سينوس اكس تفاضل اكس. قبل ما نبدأ بدراسة الدالة هذه نديروا تذكير مهم او تذكير هكذا. عندنا لما يكون عندنا مثلا الفا وبيتا عددين حقيقيين، الفا وبيتا عددين حقيقيين، عندنا اف و جي دالتين مستمرتين، دالتين مستمرتين على المجال، على المجال المحدود اللي هو أ و ب، مع أ تكون أقل أو يساوي ب. أي لما نكتب التكامل أي التالي، أي التكامل من أ إلى ب، يكون عندنا ألفا مضروب في F لإكس زائد، لاحظ كما رأينا اثنين مضروبة في كوسينوس إكس، ألفا مضروب في F لإكس زائد بيتا مضروب في جي لإكس، لاحظ دي أي تفاضل إكس. واش يساوي؟ نفس الشيء كما راهي الدالة هنا، لاحظ الفا هي الاثنان والبيتا هي ناقص ثلاثة، يساوي لنا ماذا؟ يساوي لاحظ تكامل من أ إلى ب لمن لألفا اف لإكس تفاضل إكس زائد التكامل من أ، أي عاود ارجع لحساب تكاملي الفيديو الاول والثاني، الفيديو الثاني عفوا فيه المختص بخواص التكامل. ها هي بيتا جي لإكس تفاضل إكس، ومنه واش يصبح عندنا؟ يصبح يساوي، لاحظ يساوي أي الفا، هذيك الفا تخرج برا التكامل، هيا ا من ا الى ب لاف لاكس تفاضل اكس زائد بيتا ثاني تخرج برا، عندنا تفاضل من ا الى ب جي لاكس تكامل تفاضل عفوا تفاضل اكس هكذا. هذا مجرد تذكير باش نخدمو به هذه الخواص، الآن نخدمو بها. الآن نرجع إلى التمرين تاعي، عندي كا يساوي من الصفر إلى أي تكامل من صفر إلى بي 2 كوسينوس اكس ناقص 3 سينوس اكس تفاضل اكس، صح؟ واش تساوي لنا هذه؟ تساوي لنا قلنا اي الاثنان، هذاك الاثنان يخرج برا تولي تساوي الاثنان تكامل من صفر الى بي كوسينوس اكس تفاضل اكس زائد اي ناقص اي زائد ناقص 3 تولي ناقص 3 تكامل من صفر الى بي سينوس اكس تفاضل اكس. لاحظ اننا من هذه كانت عندنا الدالة على الشكل هذا، رجعناها على الشكل هذا، رجعناها على الشكل هذا، ومنه يساوي ماذا؟ لاحظ كوسينوس اكس كنا درسناها اي يساوي كوسينوس اكس تفاضل كذا،
كنا في الأول كنا إي هي هذه، إذن اثنان إي اللي درسناها الأولى ناقص ثلاثة اللي هي سينس إكس اللي درناها جي في الأول، أي التمرين الأول، وهذا التمرين الثاني، وهنا الثالث يشملهم للزوج برك، زدنا لهنا الاثنان والناقص ثلاثة أي ألفا وبيتا، ومنه يساوي الأولى الإي صمناها صفر، إذا اثنان في الصفر ناقص ثلاثة، والجي صمناها اثنان هكذا في اثنان، هذه راحت إذا يساوي ناقص ستة. ها هي الإجابة تاعي. الآن نحاول نحل هذا التطبيق. قالوا لنا أحسب بطريقتين مختلفتين التكامل التالي، أي تكامل من صفر إلى بي على ثلاثة كوسينيس إكس سينيس إكس تفاضل إكس. قبل ما نبدأ بحساب التكامل كاين بعض لي فورميل نشوفوهم. عندنا مثلا لا فورميل هذه، عندنا الدالة اف لي إكس تساوي كوسينيس أ إكس بلس بي، أي الدالة الأصلية تاعها هي سينيس أ إكس بلس بي على أ بلس سي، من الشروط أنه أ تكون تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية أي ما عدا الصفر، و ب تنتمي إلى مجموعة الأعداد الحقيقية. كذلك عندنا لا فورميل هذه، لما أف دي إكس يساوي سينيس أ إكس بلس بي، الدالة الأصلية تاعها تساوي ناقص كوسينيس أ إكس بلس بي على أ بلس سي اللي هو سي كونستانت ثابت، كيف نفس الشروط كما الفوقانية، أي أ تنتمي إلى R نجمة و ب تنتمي إلى R. عندنا من أجل كل هذه نبدأ بالطريقة الأولى. الطريقة الأولى عندنا من أجل كل إكس تنتمي إلى R، واش عندنا؟ عندنا هذه العلاقة، أي واش تقول؟ تقول أنه 2 سينوس إكس كوسينوس إكس يساوي سينوس 2 إكس. لاحظ هنا كاين 2 صح، هنا ما عندناش 2، يلزم أن هذه سينوس 2 إكس هذه رجعوها على شكل، يعني باش رجعوها شوف 2 سينوس إكس، يعني هنا لازم 2 كوسينوس إكس سينوس إكس باش تساوي سينوس 2 إكس، دونك باش رجعوها هذه أي هكذا كوسينوس إكس سينوس إكس لازم نرجعها على هذا المنوال، أي هذيك الإثنان تروح مع هذه هنايا تولي لنا ماذا؟ الإثنان تروح تولي لنا هنا، تولي على شكل سينوس 2 إكس على إثنان، تولي هكذا على إثنان. لماذا؟ لأنه هذه ثاني نديروها على اثنان، كي نديرو هذه على اثنان ونزيدو لها الاثنان هنا، هذه اثنان مع هذه تروح، تبقى لنا هذه هكذا، أي كوسينوس إكس سينوس إكس يساوي سينوس اثنان إكس على اثنان. إذا واش تساوي لنا هذا الانتيغرال هذا، أي التكامل يساوي، لاحظ، أي الانتيغرال من صفر إلى بي على ثلاثة سينوس 2 إكس على إثنان على إثنان، أي عوضناه في مكان هذه العلاقة هذه، اسمح لنا باش نعوضوا هذه هنايا، وفهمتكم على زدنا الإثنان من تحت، باسكو هنا كاين إثنان وهنا لا، أي تفاضل إكس يساوي ماذا؟ لاحظ هذه سينوس إثنان إكس على إثنان، نقدر نكتبوها نصف سينوس إثنان إكس، هذه كيف؟ أي سينوس اثنان إكس على اثنان ولا نصف هكذا، سي لا ميم شوز، دونك هذاك النصف كي نكتبوه يخرج وراء الانتيغرال كما كنا شفنا في الخواص هكذا، أي من صفر الانتيغرال من صفر إلى بي على ثلاثة سينوس 2 إكس تفاضل إكس. لاحظ كيفاش هذه حولتها إلى هذه، ومن بعد منها خرجت النصف هذاك، هنا ما حولت والو، هنا النصف خرجته برا الانتيغرال برك ها، ومن بعد هنا نديرو الدالة الأصلية، لاحظ نخدم كيما موالف، نخدم
اي النصف يبقى برا هكذا، ومن بعد نديرو الداله الاصليه تاع سينوس 2 اكس. لاحظ هنا واش تولينا؟ تولينا ناقص كوسينوس 2 اكس على ماذا؟ على 2. ناقص كوسينوس 2 اكس على 2، وهنا بي على 3، ولهنا صفر. لا ربما كاين اللي راه يتساءل كيفاش حتى جبت هذه ناقص كوسينوس 2 اكس على 2 منين جات؟ اي من سينوس 2 اكس. شوفوا وين رجعنا، هذه الداله الاصليه تاع سينوس 2 اكس. لماذا؟ لان لما يكون عندنا اف لاكس يساوي هذا الامور، هذه العلاقات نوطيهم دون ان بلوك نوت اكوتي، يساوي سينوس ا اكس مثلا هكذا. هاي سينوس 2 اكس سينوس ا اكس، اي الداله الاصليه تاعها اي اف لاكس يساوي ناقص كوسينوس ا اكس، هاي ا اكس على الاثنان بلس سي. هذه ثاني انوتي سيتون فورميل. دونك واش تولي تساوي لنا؟ اي تساوي هنا ناقص، لاحظ النصف هذه كيف كيف، هذه ثاني صرا لها كيما هذه، هذه واش تولي هنا؟ تولي ناقص، لاحظ تولي ناقص نصف كوسينوس 2 اكس. هذا النصف هذا اللي راح يكون هنا ناقص هذا راح يكون في بلاصه هذه، النصف هذاك كذلك نخرجو برا. كي نخرجو برا هنا واش تولي لي؟ برا تولي لي النصف هذاك اللي راه برا مضروب في ماذا؟ مضروب في الناقص النصف هذا. ومنه واش راح ينتج عندي؟ راح ينتج عندي ناقص 1 على 4 هكذا كوسينوس 2 اكس. شوف كيفاش تحولت كوسينوس 2 اكس في على 3 صفر. فوالا. والان واش ندير هنا؟ ندير اي اف لي بي ناقص اف لي ا، اي يساوي ناقص الربع هذا كيبقى برا هكذا، ومن بعد عندنا اف لي بي ناقص اف لي ا، اي تولي عندنا كوسينوس 2 مضروبه في بي على 3 ناقص كوسينوس 2 في مكان اكس، نعوض البي بعد الا، اف لي بي ناقص اف لي ا مضروبه في الصفر هكذا. ها هنا واش تولي لي؟ تساوي ناقص الربع كوسينوس 2 بي على 3 ناقص كوسينوس صفر، لان 2 في الصفر كوسينوس صفر هكذا. ومنه تبدا تساوي ناقص، اني نكتب تحتها باش لاحظ كل وحده كيفاش تتحول، ناقص الربع في ماذا؟ كوسينوس 2 بي على 3. نجيب الان الدائره المثلثيه باش نفهمك في كوس في 2 بي على 3، لربما نسيتها وين جايه. 2 بي على 3 لاحظ أنا رسمت لك ها هي 2 بي على 3 وها هي 3 بي على 4 باش توضح هذه النصف لهنا. هاي 2 بي على 3 وين جاية؟ جاية في 120 درجة لهنا. أي واش قالوا لنا؟ كوسينوس 2 بي على 3 لو جينا ودرنا الإسقاط هكذا، الإسقاط هكذا هكذا هكذا، طحنا في النصف لهنا. لكن واش من النصف؟ هنا عندنا نصف، بصح هنا راهو من جهة السالب، أي هنا ناقص نصف في الدائرة المثلثية. إذا واش قلنا قبيلات؟ قلنا بلي هذا اللي بالأحمر هو كوسينوس، أي هنا يرى من أعداد، لاحظ كاين النصف ومن بعد يجي لهنا ناقص جذر 2 على 2، ومن بعد يجي ناقص جذر 3 على 2، ومن بعد يجي الواحد. إذا كوسينوس 2 بي على 3 هو ماذا؟ هو ناقص النصف، نعوضو بقيمته، ومن بعد ناقص كوسينوس صفر. كوسينوس الصفر هو ماذا؟ أي من ناحية لهنا راهو واحد، هاو كوسينوس الصفر هو واحد، أي ناقص واحد، هذا مكان، لاحظ سي فاسيل،
عوض بالقيم ديالها برك نورمال هاي تساوي ماذا؟ لاحظ من بعد الدائرة ولا خليها معليش طلعوا برك هنا فوالا هاكاو نخدمو اي تساوي ماذا؟ لاحظ ناقص الربع في هنا لاحظ كي نوحدو المقام تولي لي في ناقص ثلاثة على الاثنان ومنه نصيب ثلاثة على ثمانية شفالي مليح على الريزلت هذا ثلاثة على ثمانية لأن راح نشوفه في الطريقة الثانية هذه الطريقة الأولى الطريقة الثانية نصيبه نورمالمون نفس الريزلت إن شاء الله أما الطريقة الثانية طريقة ثانية هي ما هي جداء دالتين واحدة هي دالة أصلية والثانية يعني واحدة منهم هي أصلية للأخرى يعني مثلا هي جداء دالتين واحدة هي ماذا هي أصلية للأخرى زمن الطريقة الثانية هذه نصيبو لو ميم ريزولتا كيما الأولى ما نقول لتكون الدالة U المعرفة على R مجموعة الأعداد الحقيقية ب U لX يساوي ماذا؟ سينوس X X يساوي سينوس X بما أن هذا الـ U هذا الدالة U قابلة للاشتقاق على R على مجال تعريفها R إذن من أجل كل من أجل كل X من R أجل كل X من R عندنا U فتحة X يساوي ماذا؟ الاشتقاق تاع هذه هو سيبيا كوسينوس اكس هو كوسينوس اكس كاين ام ذكركم به هو انه اي لم اف لاكس عفوا كتبوه بالاخضر باش يجي ديفيرون على اي اف لاكس تساوي ماذا؟ تساوي سينوس اكس الدالة المشتقة تاعها تساوي كوسينوس إكس والدالة الأصلية تاعها تساوي ماذا؟ ناقص كوسينوس إكس عندك الدالة الدالة المشتقة الدالة الأصلية ناقص كوسينوس إكس هذه أ أبروندر دي فورميل أ أبروندر صح نكملوا عندنا كذلك هذه واش تقول لها ما اف لي اكس تساوي اي فتحة اكس في اي اس ان لي اكس يعني لاحظ ان الدالة اي اشتقاق دالة مضروب في الدالة الدالة الاصلية تاعها واش تساوي اي اس ان زائد واحد اكس على ان زائد واحد زائد سي اللي هو لا كونستونت الثابت هنا شروط ان اي هذه تكون قابلة للاشتقاق المعلوم على مجال تعريفها تكون قابلة للاشتقاق على مجال تعريفها وان تنتمي الى مجموعة الاعداد الطبيعية هذه من بين الشروط نواصل هنا لاحظ كاين اللي ربما ما فهمش واش راهي لهنا واش راهو لاحظ كي نجيبو التكامل تاعنا اي تكامل من صفر الى بي على ثلاثة واش عندنا كوسينوس x وسينوس x تفاضل x ايوه لاحظ عندنا هذه هنايا واش هي هذه اي فتحه x وهذه لهنا واش هي هذه اي ل x هذه اي فتحه ل x في اي ل x صح
هنايا واش نصيبوها تساوي؟ ون تساوي لنا لاحظ هاي نديرو الدالة الأصلية تاع هذا، هذه الشكل هذا هاي الدالة الأصلية تاعو، يعني سينوس أس واحد هذي إي أس واحد إكس، هنا سينوس أس واحد. بون نديرو الدالة الأصلية تاعها واش تخرج لنا؟ كنا شفنا بالعلاقة اللي درناها مع الأول وشفنا بلي تخرج سينوس كاري إكس، تخرج سينوس كاري إكس على ماذا؟ على الإثنان هكذا. لماذا خرجت سينوس كاري إكس على إثنان؟ لأن سينوس أس واحد إذا إي أس أن زائد واحد، يعني واحد زائد واحد تعطينا إثنان، إي أس أن زائد واحد إكس ها هي على أن زائد واحد، واحد زائد واحد، لأن هذه أصلها سين هكذا سينوس أس واحد. نورمالمون فهمتوا هذيك كيفاش خرجت لهنا سينوس، هذه المشتقة في الدالة تعطينا هذا العبارة، هانا درناها له. ومن بعد هنايا في على ثلاثة وهنا صفر، يعني هذه يعني هذه تقدر تقول راهي على هذا الفوقانية، هذه هنايا ما عندناش ليسباس، هنا نكتبها هنا راهي على شكل اي اس اثنان اكس هكا وصبحت لنا اي اس اثنان اكس توكور. ان هنا الداخل لاحظ سينوس كاري اكس على اثنان، نقدروا نكتبوها كما قلنا قبيلت نصف سينوس كاري اكس، نقدروا نكتبوها بهذه الطريقة. اذا نكمل واش تساوي لنا؟ تصبح هذاك النصف يخرج برا وتولي لنا سينوس كاري اكس توكور هكذا في على ثلاثة والصفر. لاحظ خطوة بخطوة كيفاش راني جاي، طبق غير العلاقات هادو برك، هذا ما راني ندير، جو في ريان دو سبيسيال. تساوي ماذا؟ تساوي هنا دوك كي لحقنا للدالة الأصلية جبدناها، علاش جبدنا هذاك النصف؟ ونخليها على اثنان تصعب لنا باش نجبدو الدالة الأصلية، نجبدو هذاك النصف خارج الآخر تبقى لنا سينوس كاري إكس، نقدرو نجبدو نقدروا نحسبوا هنا اف لي ا ناقص اف لي بي، راك شايف؟ صح، عندنا هذا النصف تبقى لنا نصف هكذا، ومن بعد عندنا اف لي ا اي سينوس كاري في بي على ثلاثة في مكان الاس ندير البي، ناقص اف لي بي ناقص اف لي ا اي تولي لنا سينوس كاري زيرو على صفر. ومنه واش تساوي؟ تساوي لنا نصف نصف ها نديرو هكذا سينوس بي على ثلاثة هكذا باش تفهم. ها هو بي على ثلاثة وين؟ إذا السينوس لازم لنا نديرو الإسقاط هنايا، ها هو هنا لاحظ هنا عندنا النصف ها هو النصف، ومن بعد يجي هنايا جذر اثنان على اثنان، اما لهنا اللي يجي الاخر هو ماذا؟ هو جذر ثلاثة على اثنان، هنايا هكا جذر ثلاثة على اثنان. اذا واش يولي لنا؟ يولي لنا نصف، بصح انا عندي سينوس مربع، ندير سينوس بي على ثلاثة ونربعو، اي ندير هكذا جذر ثلاثة على اثنان هكذا مربع ناقص سينوس الصفر. سينوس الصفر سي بيان لو زيرو اون بيرسون، هاوليك صفر مربع هكذا. ومنه واش تصبح عندي؟ تصبح عندي تساوي نصف نصف اي جذر مربع، هذه اللي هنا لاحظ جذر مربع هكذا، جذر جذر ثلاثة على اثنان الكل مربع، واش يولي لي؟ يساوي لي جذر ثلاثة مربع على اثنان مربع، ومنه يساوي ثلاثة على ماذا؟ على أربعة، أي اللي هنا تصبح نصف مضروب في ثلاثة على أربعة أي يساوي ثلاثة على ثمانية.
واش قلت لكم مرة الجزء شحال صبنا؟ صبنا 3 على 8. دونك اون اتروفي لو ميم ريزولتا، دونك نوتر سوليسيون اي كوريكت. في التمرين احنا التطبيق دوموندونا طريقتين مختلفتين. انا الطريقة الثانية نزيد نقول لك نزيدو طريقة ثانية مكرر، طريقة ثانية، طريقة اخرى ثاني مكرر. لماذا ما تكونش هذه هي المشتق تاع هذه في الطريقة الثانية؟ اون فوار. قلنا نشوفو الطريقة الثانية، لكن هذه ثانية، درنا طريقة ثانية، هذه الطريقة الثانية مكرر. اي اون فرونسي نقولو بي دو بي هكذا. مع الاول درنا هذه الدالة اي وهذه اي فتحة، يعني هذه مشتقة الدالة، اي جداء دالتين، واحدة هي اصلية للاخرى. الان واش نقولو؟ اي لتكن، لتكن الدالة اي المعرفة على ار، معرفة على ار بماذا؟ ب هذا المرة نديرو كوسينوس اكس هي الدالة اي، اي اي لي اكس تساوي ماذا؟ كوسينوس اكس. اي بما ان اي قابلة للاشتقاق، قلنا من شروط هي قبول الاشتقاق، قابلة للاشتقاق على مجال تعريفها اللي هو ار، صح؟ اي من اجل كل اكس من ار عندنا اي فتحة لاكس يساوي ماذا؟ يساوي ناقص سينوس اكس، ناقص سينوس اكس. اي تقول لي كيفاش يا استاذ؟ هنا كوسينوس وهنا ناقص سينوس اكس، وهنا ما كاش ناقص سينوس اكس، كاين سينوس اكس اللغز راهو لهنا. باش نذكركم باللي عندنا، تكون عندنا الدالة اف لإكس تساوي كوسينوس إكس، الدالة المشتقة تاعها هي ناقص سينوس إكس، والدالة الأصلية تاعها هي سينوس إكس. دكور، دونك أون كونتيني، صح؟ عندنا التكامل من صفر إلى بي على 3. كوسينوس اكس، كوسينوس اكس سينوس اكس تفاضل اكس ايتيكال. بون قلنا لو بروبليم كي سوبوز هو هذا النقص، لازم لنا نخلقوا له نقص واحد اخر باش نحوه، باش كين باش اذا واش تيكال ناقص، انتبه صفر بي على 3 ناقص سينوس اكس كوسينوس اكس. شوف او تقدر لانه راهم مضروبين في بعضهم بعض، سي بور سا جبنا يا كوسينوس اكس مضروب في ناقص سينوس اكس، سي بور سا جبنا هذا منا وهذا منا باش يكون هكا تكون كتابه احسن. لكن تقول لي هنا كاين زائد ايه ناقص، كي تضربوا في الناقص هذا، لان هذا ضرب راح يولي زائد، راح يولي على خلقت الناقص هذا باش ينحي هذا. شوف بهذه الطريقه نظامو تفهم، اي دي تفاضل اكس، يعني هنايا عندي هذه، لاحظ عفوا، هذه هي شكون؟ هي اي فتحه لي اكس، اي فتحه لي اكس، وهذه هي اي لي اكس، ها هي اي لي اكس. إذا واش تساوي لي؟ هذا نكمل هنا، تساوي لاحظ الناقص هذا كيبقى برا، ونديرو الدالة الأصلية تاعنا اللي هي كوسينوس كاري إكس على ماذا؟ على 2 هكذا. هنا طبقت هذا لاريك، هذه اللي راك تشوف فيها هنايا طبقتها، عاودت جبت لاريك هذه وطبقتها، اي اي فتحه اكس في اي
اكس يعني اي اس ان، يعني كوسينوس اس واحد. طبقت هذه لاريك لهذا المكان خرجت هذه كما درنا قبيلات، يعني هنايا عندي بي سو 3 وهنا عندي لو زيرو. دونك واش نصيبو اوتوماتيكمون كما قلت لك قبيلات بلي هذه راهي نصف كوسينوس كاري اكس. اذا واش راح نكتبو هنا؟ نكتبو عندنا الناقص هذاك النصف، يروح من هيك تقول لي الناقص نصف هذا المكان ما درت والو، النصف خرجته برا كوسينوس كاري اكس هذا، من بعد بي على 3 اللي هي بي، والا اللي هو الزيرو تو سامبلو. جو ني ريان في دو سبيسيال، يعني برك هذيك ديتها من هيك. دونك الان درك ندير اف لي بي ناقص اف لي ا، اي يساوي ماذا؟ ناقص نصف هذا في اف لي بي اي كوسينوس كاري بي سور 3 موان اف لي ا اللي هي كوسينوس كاري 0. ايوا دونك كوسينوس بي سور 3 هاي الدائرة المثلثية هو بي سور 3. قبيلة درنا سينوس تحت لهنا، دونك كوسينوس يطيح لهنا هنا في النصف، ها هو نصف، يعني كوسينوس بي سور 3 يساوي ماذا؟ يساوي النصف. إذا واش نكتبو؟ نكتبو هكذا، أي ناقص واحد على اثنان، ومن بعد نصف، من الأحسن هذي نديرو هكا كروشي، نصف مربع ناقص كوسينوس زيرو يساوي واحد، إذا ناقص واحد مربع هكذا، ومنه يساوي ماذا؟ هنا تولينا واحد على أربعة مع توحيد المقام تولي ناقص ثلاثة على أربعة، إذا تولينا ناقص واحد أي ناقص النصف في ناقص ثلاثة على أربعة، ومنه الناقص في الناقص يعطينا الزائد. تولينا ثلاثة على ماذا؟ على ثمانية. ألا تلاحظ في الطريقة الأولى والطريقة الثانية والطريقة الثانية مكرر صبنا نفس النتيجة؟ إذا نحنا درنا ثلث طرق، درنا شعار ثلث طرق لإيجاد النتيجة. كذلك في التطبيق هذا طلبوا منا حساب التكامل التالي، تكامل من ناقص بي على اثنان إلى بي على أربعة لكوسينوس أس ثلاثة إكس تفاضل إكس. هنا لاحظ أن كوسينوس أس ثلاثة هذا ما نخلوش كيما نراه هكذا، ما نخلوش أس ثلاثة. بون، أولا لاحظ معي، أي نديروه يساوي هكذا تكامل ناقص بي على اثنان الى بي على اربعة كوسينوس كاري اكس في كوسينوس اكس، يعني كوسينوس ثلاثة نرجعها كما هكا اي تفاضل اكس. الان هذا الكوسينوس كاري اكس كذلك نحولها، لازم تولي عندي كما درت من قبل سينوس كوسينوس باش نقدر نخدم. عندي القانون هذا واش يقول؟ اي كوسينوس كاري اكس يساوي واحد زائد كوسينوس دوز اكس على اثنان. لازم تفرق بين كوسينوس كاري وبين كوسينوس اثنان اكس، كوسينوس كاري اكس كوسينوس اثنان اكس ماشي كيف، لازم تفرق بيناتهم. دونك من هذه، هذه واحد زائد كوسينوس اثنين اكس على اثنان، كاين اون اوتر فورمول. واش تقول لا فورمول الاخرى؟ تقول كوسينوس اثنان اكس، لاحظ لازم هذه، هذه لهنا، هنا كاين كوسينوس كاري اكس، هذه اللي راهي عندي لهنا هذه، يعني لا فورمول تاعها هذا، متفاهمين صح؟ ومن بعد واش عندي دركا؟ عندي هذه
كوسينس 2 اكس ثاني نحولها، هذه نحولها واش تساوي؟ تساوي 2 كوسينس كاري اكس، 2 كوسينس كاري اكس موانزا، او ثاني تساوي 1 ناقص 2 سينس كاري اكس. انا اللي نحتاج هنا نحتاج السينس، يعني نعاود لا فورمول هذه، نعاودها بصح في بلاس كوسينس 2 اكس نحط 1 ناقص 2 سينس كاري اكس. يعني كيفاش ترجع؟ ترجع لي على شكل تولي، يعني هذه لا فورمول تولي تساوي اي 1، هذا الواحد زائد بون كوسينس 2 اكس نحط في بلاصة هذا القيمة اللي تساويها، اي زائد 1 ناقص 2 سينس كاري اكس. هذه رومبلاسيت كوسينس 2 اكس بالقيمة هذه، رومبلاسيتها بالقيمة هذه اللي تساويها، تساوي على ماذا؟ لماذا درناها على 2؟ نديروها على 2، هاي هاي 2، لان هنا كاين 2 ومنه واش تساوي لنا؟ تساوي لنا هنا 1 زائد 1 2 ناقص 2 سينوس كاري اكس هكذا على 2. ومن بعد واش نديرو هنا؟ نفكوا المقام، تولي لنا نفكوا المقام، هذا 2 على 2 ناقص 2 سينوس مربع اكس هكذا على ماذا؟ على 2. لاحظ واش ندير لهنا، لاحظ انه 2 على 2 هذه راح تولي لنا ماذا؟ تولي لنا 1، والاثنان يروح مع الاثنان كيف كيف هنا، يعني تساوي لنا ماذا؟ 2 على 2 يولي 1 ناقص 2 راح مع الاثنان ناقص سينوس مربع اكس، ناقص ماذا؟ سينوس مربع اكس. اذا هذا السينوس 1 ناقص سينوس مربع اكس رومبلاسي وين؟ في بلاصه كوسينوس كاري اكس. لها نكملوا اللي بالازرق، يعني هذا اللي بالاخضر نعتبره مسودة، وهذا تذكير للعلاقات المثلثية، هذا نعتبره مسودة اللي بالاخضر واللي بالازرق هو الصح. يساوي ماذا؟ لاحظ تكامل من ناقص بي على الاثنان بي على 4 في بلاصة كوسينوس كاري اكس، نديرو القيمة هذه لأن كوسينوس كاري اكس يساوي هذه القيمة. إذا واش يولي لنا؟ يولي لنا 1 ناقص سينوس كاري اكس هكذا، ومن بعد ما نساوش عندنا كوسينوس اكس تفاضل اكس. هنا دركا نقدر نخدم، لاحظ واش عندي لهنا. بون خلينا من هذا سي بون، شوف معايا في هذه عندي 1 ناقص سينوس مربع اكس مضروب في الكوسينوس اكس، ومن هو واش يصبح يساوي؟ يساوي تفاضل عفوا تكامل ناقص بي على 2 بي على 4 كوسينوس اكس في الواحد. واش تعطينا؟ تعطينا كوسينوس اكس، وكوسينوس اكس في الناقص سينوس مربع اكس واش تعطينا؟ تعطينا ناقص كوسينوس اكس سينوس مربع اكس تفاضل اكس. ما درت والو، ضربت هذه في هذه في الواحد، وضربت الكوسينوس كذلك في الناقص سينوس مربع اكس، هذا واش درت. نكمل ومن بعد واش يولي لي؟ يولي لي تساوي ماذا؟ لاحظ هذه تخرج وحدها، وهذه وحدها كما شفنا في الفيديو الثاني تاع الخواص، اي من ناقص بي على الاثنان الى بي على 4 كوسينوس اكس، ومن بعد ناقص
تكامل تاع ناقص بي على، هنا وظفت الخواص فقط، بي على 4 أي ناقص هذا خرج ورد تكامل، هاوليك ناقص خرج ورد تكامل اللي هو تولي لنا كوسينوس إكس سينوس مربع إكس تفاضل إكس. لاحظ لهنا واش عندنا، هنا عندنا على الشكل كما كنا درنا من قبل على الشكل أي فتحة إكس أي مشتقة هذه، ولا هنا راهي على شكل اي مربع اكس هكذا. ومنه واش تساوي، لاحظ شوف مليح، هنا تساوي لنا هذه الدالة الأصلية تاعها وشني هي سينوس اكس، الدالة الأصلية تاعها قلنا هي سينوس اكس هكذا، ها سينوس اكس فوالا بي على 4 وهنا ناقص بي على الاثنان ناقص دونك الدالة الأصلية تاع هذه، يعني هذه واش تولي لنا، تولي لنا اي اس ان زائد واحد اكس على ان زائد واحد كيما كنا شفنا لي فورميل اللي سبقوا، هكذا تولي واحد تولي سينوس يعني سينوس أس أن يعني أو أس أن زائد واحد، وهنا الآن هو الإثنان إذن أس ثلاثة إكس هكذا على أن زائد واحد أي ثلاثة تكون فوالا فوالا، يعني هنا هذه راهي على الشكل ماذا أو أس ثلاثة إكس هكذا، وانا بي على 4 وانا ناقص بي على 2 الأب وهذا البي. نعود ما ربما كاين اللي نسى القانون هذا، أه؟ يعني لما ندير لا تشفاو قلنا في لما اف لإكس تساوي بي فتحة إكس كما راهي لهنا مضروب في U أس أن إكس، ولا هنا راهي U فتحة إكس مضروب في U أس أن U أس إثنان إكس. إذا واش قلنا؟ قلنا باللي كنا قلنا من قبل باللي الدالة الأصلية تاعها هي ماذا؟ هذه لازم تحفظها، هي U أس أن زائد واحد يعني إثنان زائد واحد صرناها ثلاثة إكس على ان زائد واحد اللي هي 2 زائد واحد صرناها 3 كيف ان زائد واحد زائد سي، هذه كنا قلنا معليش اشاك فوا نتذكروها حتى تحفظوها ان شاء الله. اذا هنايا واش يولي عندنا، يولي عندنا هذه نكتبوها على الشكل التالي اي تساوي ماذا، تساوي سينوس إكس هكذا أي بي على 4 ناقص بي على الإثنان ناقص هذه هنايا، هذه راهي مكتوبة سينوس، يعني شوف كي نكتبو سينوس أس 3 إكس على 3 قلنا باللي هذه راهي نقدرو نكتبو على الشكل هذا 1 على 3 سينوس أس 3 إكس هكذا، إذا ناقص ماذا؟ واحد على ثلاثة ها هو سينوس أس ثلاثة إكس، ومن بعد بي على 4 ناقص بي على الإثنان. دونك واش ندير؟ ندير هذه إف لي بي ناقص إف لي أ، ومن بعد هنا إف لي بي ناقص إف لي أ، كل وحدة وحدها أي تساوي ماذا؟ تساوي إف لي بي تاع هذه هي سينوس بي على 4 ناقص سينوس ناقص بي على الاثنان، ومن بعد ناقص 1 على 3، ومن بعد اف لي بي تاع هذه هي ماذا، هي سينوس اس 3 بي على 4
وبعد ناقص اف لي ا اللي هي سينوس اس 3 ناقص في على ال 2 هكذا. ترك سينوس بي على 2 نجيب الان دائره المثلثيه. عندنا سينوس بي على 4، وين راه بي على 4؟ بي على 4 هو هذا هنا في يعني 45 دوغري، لان ها هو بي على 4، هو بي على 4. السينوس تاع بي على 4 كما نعرفوا باللي جاي لهنا، هو هنايا، يعني جاي بين النصف اللي هو هنا وبين جذر 3 على 2، يعني هنايا هو جذر 2 على 2، هو جذر 2 على 2. اذا نكتب هذا يساوي سينوس بي على 4 يساوي ماذا؟ جذر 2 على ال 2 ناقص سينوس ناقص بي على 2، ناقص بي على 2، ناقص بي على 2، ها وراه ناقص بي على ال 2 سينوس تاعو. لاحظ سينوس محصور قلنا بين ناقص واحد هنا وبين الواحد، اذا اذا قلنا بي على 2 واحد، اذا قلنا ناقص بي على 2 اذا ناقص واحد، ومن هو واش نكتبو؟ ناقص ناقص واحد. حاجة سهلة، شوف ها الدائرة المثلثية واش راني ندير؟ راني نعوض في القيم فقط تاعهم هذا المكان، ومن بعد واش ندير؟ ناقص واحد على 3، حطيتها تحتها باش كل وحدة تقابلها قيمة تاعها. دير هكذا، عندي سينوس، خلينا هذيك أس 3 حطها تجيل، أحسب سينوس بي على 4. سينوس بي على 4 واش كنا قلنا؟ قلنا هو جذر الاثنان على 2، إذا واش نديرو؟ نديرو هكذا، جذر 2 على الاثنان أس 3. هذا مكان ناقص ماذا؟ سينوس ناقص بي على الاثنين، قلنا صبناه ناقص واحد، اي ناقص ناقص واحد اس 3 هذه. هاك دروك نبدا نحسب بالنسبه لهذه جذر 3 واش تولي لنا؟ جذر 2 على 2 اس 3 هذه اوتوماتيكمون راح تولي لنا 2، يعني تولي لنا هكذا، تولي لنا جذر 2 مربع في جذر 2 على 2 اس 3، ومنه تولي لنا 2 جذر 2 على 8 هذه سيف. وهنايا اوتوماتيكمون ناقص واحد اس، يعني الاس فردي يولي لنا يبقى ناقص واحد في الناقص، اذا هذا يولي لنا زائد واحد. هنا تولي لنا جذر الاثنان على الاثنان زائد هنا زائد واحد، ومن بعد هنايا واش تولي لنا؟ صافي هنايا ناقص واحد على 3 في هذه، في 2 جذر 2 على 8، حاب يقول تولي هكذا ناقص واحد على 3 في 2 جذر 2 على 8، ومنه يساوي ماذا؟ يساوي 2 جذر 2 هكذا على 24، أي يساوي الاثنان مع 24 راح تولي لنا جذر 2 على 12 هكذا. إذا واش تولي لنا؟ ناقص جذر 2 على 12، ومن بعد عندنا ناقص 1 على 3 في الواحد، أي تولي لنا ناقص 1 على 3. هاي الحساب حذروا في البكالوريا، ردوا بالكم كي تلحقوا لهنا الحسابات هذو روح بالعقل، لأن في الإشارات وهذا الواحد معي يجري وخايف من الوقت يجوز عليه ولا يغلط في هذا الناقص وكذا والآخر، هذا تاع المتوسطة تاع كاطريا ماني يغلط فيهم، رد بالكم.
ب يساوي ماذا؟ هنا لاحظ يساوي جذر، لاحظ هذه الجذور نجيبهم مع بعض نستفهم مع بعض حتى ما نغلطوش، ناقص جذر اثنان على 12 من بعد زائد الواحد والناقص واحد على 3، هادو نجمعهم مع بعض وهادو نجمعهم مع بعض باش ما تخلط لكش هكذا. اذا هنا واش نديرو؟ هنا نوحدو المقام في هذه، نجو هنايا نوحدو المقام، اي تولي لي ماذا هنا باش تولي اي تولي المقام المشترك بينهم هو 12، اذا هنا نضربها في 6 اي تولي لي 6 جذر 2 ناقص جذر 2 على ماذا؟ على 12، ومنه تولي 5 جذر 2 على 12 هكذا. اذا واش تصبح عندي؟ تصبح عندي 5 جذر 2 على 12 زائد ماذا؟ هنا كذلك كي نوحدوا المقام تولي لنا 3 ناقص 1 على 3 ومنه تولي 2 على 3. هذه هي النتيجة تاعنا، ها هي المساحة المقدرة ب U A أي Unity R. في هذا التطبيق والتطبيق اللي جاي من بعده راح نشوفوا تكامل دالة فردية ثم تكامل دالة زوجية. طلبوا منا حساب التكامل التالي، أي التكامل من ناقص 3 إلى 3. لاحظ هنا عندنا حدين متعاكسين، لاحظ ناقص 3 3 يعني مو أ أ، ناقص تكامل من ناقص 3 إلى 3 لإكس أس 5 كوسينس إكس تفاضل إكس. هنا عندنا واش يقول التكامل تاع دالة فردية؟ يقول لك إذا كانت اف دالة مستمرة وفردية على مجال، أي الحدود لاحظ متعاكسين من نقص أ إلى أ، إذا تكامل من نقص أ إلى الصفر أوتوماتيكمون أو الصفر بيناتهم لإف لإكس تفاضل إكس يساوي ناقص التكامل من الصفر إلى الأ. علاش؟ لأنه من نقص أ للصفر القيمة المطلقة متساويين، أي من الصفر إلى الأ كيف كيف، أي ناقص من انه متعاكسين اوتوماتيكمون يساوي ناقص تاع ناقص من الصفر الى الا لاف لاكس تفاضل اكس، ومنه التكامل من مادام متعاكسين متساويين كي نديرو هذا زائد هذا يعطينا ماذا؟ يعطينا الصفر، يعطينا الصفر. اذا التكامل من ناقص ا الى ا لاف لاكس تفاضل اكس يساوي ماذا؟ يساوي الصفر. اذا هنا عندنا واش عندنا؟ عندنا الدالة، لاحظ الدالة اللي راهي أمامنا أي f لإكس يساوي ماذا؟ إكس أس 5 كوسينس إكس، هي ماذا؟ هي دالة معرفة ومستمرة على R، أي هي دالة معرفة ومستمرة على R، على مجموعة الأعداد الحقيقية، يعني بماذا؟ بجداء دالة كثير حدود بدالة كوسينوس. لاحظ عندنا الدالة كثير حدود إكس أس 5 مضروبة في دالة كوسينوس، يعني بجداء دالة كثير حدود بدالة كوسينوس، بدالة كوسينوس. ولاحظ أن هنا الاثنين أي الدالتين مستمرتان على R. كذلك واش عندنا؟ كذلك من أجل كل X من R، من أجل كل X من R واش عندنا؟ عندنا F لناقص X يساوي ماذا؟ لاحظ يساوي ناقص X أس 5 كوسينوس ناقص إكس يساوي ناقص إكس أس 5، وهنا كوسينوس ناقص إكس كما نعرفو بلي كوسينوس ناقص إكس
يساوي كوسينوس إكس. إذن هنا كوسينوس خمسة كوسينوس إكس كوسينوس إكس ومنه واستطعنا لاحظ أن هذه وشني هذه دالة أف لإكس إذن وهنا عندي الناقص إذن واش عندنا عندنا ناقص أي تعطينا ناقص أف لإكس إذن الدالة هنا هي دالة فرضية إذن الدالة فرضية إذن هذه الدالة فرضية باسكو درنا أف لناقص إكس وصلنا ناقص أف لإكس منه الدالة فرضية مادام لاحظ مادام عندي هنايا ناقص ثلاثة ثلاثة أي حدود متعاكسة ما حدود متعاكسة إذن هنا هذه واش يساوي لنا هذا التكامل هذا التكامل توكل يساوي أي من ناقص ثلاثة إلى ثلاثة أي نطبق الخاصية هذه إكس أس خمسة كوسينوس إكس تفاضل إكس يساوي الصفر هاي ما واش درت طبق إلا الخاصية لماذا لأن ناقص ثلاثة وثلاثة حدود متعاكسة والدالة فرضية أي من شروط أنها حدود متعاكسة كذلك عندي الدالة فرضية إذن تساوي الصفر تذكر نروحو نشوفو التطبيق اللي يجيو من بعده على الدالة الزوجية الآن مطلوب منا حساب التكامل التالي اللي هو أي تكامل من ناقص واحد لواحد أي قيمة مطلقة لسينوس إكس تفاضل إكس التكامل لاحظ معي تكامل دالة زوجية إذا كانت أف دالة مستمرة وزوجية على المجال من ناقص أ إلى أ لاحظ لأن كذلك عندنا حدود نفسها أي متعاكسة مع أ يكون أكبر أو يساوي الصفر التكامل عندنا التكامل من ناقص أ إلى الصفر لأف لإكس تفاضل إكس يساوي التكامل من الصفر إلى الأ أف لإكس لأف لإكس تفاضل إكس لاحظ في الدالة الفرضية يساوي العكس تاعه أما في الدالة الزوجية يساويه متساويين يعني الشطرين يكونوا متساويين لماذا؟ ويصبح عندنا التكامل يعني تكامل من ناقص أ إلى أ لأف لإكس تفاضل إكس يساوي زوج مرات هذا أو زوج مرات هذا كيف كيف؟ لماذا؟ لأنهم متساويين سبحان زوج هذا يساوي زوج وبين يساوي زوج من التكامل من الصفر إلى الأ وبين يساوي زوج تكامل من ناقص أ إلى صفر هنا واش عندنا الدالة تاعنا؟ هنا الدالة اللي راهي أمامنا نشوفوا هذا الدالة واش راهي تقول لاحظوا منا هكذا فوالا الدالة هذه واش راهي تقول عندنا الدالة دالة قيمة مطلقة اللي راهي أمامي أي الدالة اف لي اكس تساوي ماذا اي قيمة مطلقة لسينوس اكس هي من هي دالة معرفة مستمرة على ار هي دالة معرفة ومستمرة على ار مستمرة على ار يعني هنايا بماذا بتركيب يعني راهي دالة مركبة تركيب الدالة سينوس مع من بالدالة قيمة مطلقة يعني هنا راهي بتركيب الدالة سينوس دالة سينوس بالدالة قيمة مطلقة يعني هنا دالة مركبة قيمة مطلقة يعني وللزوج يعني الاثنين مستمرتان على ار يعني الاثنان نقدر نكتبه اثنين مستمرتان على ار هاك على ار كذلك وش عندنا كذلك عندنا من اجل كل اكس من ار وش عندنا اف لناقص إكس يساوي ماذا؟ يساوي القيمة المطلقة تاع سينوس ناقص إكس هكذا
أي يساوي لنا ماذا؟ يساوي القيمة المطلقة تاع ناقص سينوس إكس، يساوي قيمة مطلقة تاع ناقص سينوس إكس أوتوماتيكمون راح تساوي قيمة المطلقة تاع سينوس إكس، ومنه عاودنا رجعنا إلى الدالة تاعنا أي يساوي إف لـ إكس. كي نديرو إف لـ ناقص إكس، المرة اللي جاز إف لـ ناقص إكس يساوي ناقص إف لـ إكس، دالة فرضية. أما هذه إف لـ ناقص إكس يساوي إف لـ إكس، دالة ماذا؟ دالة زوجية. إذا الدالة إف، إذا الدالة إف دالة زوجية. فوالا نكمل. بما أن عندنا ناقص واحد والواحد حدود متعاكسة، بما أن أي الحدود هذه أي ناقص واحد والواحد حدود متعاكسة، يعني موان زا موان أ إي أ متعاكسة، إذن واش راح ينتج عندي؟ ينتج عندي أنه هذا التكامل أي من ناقص واحد للواحد قيمة المطلقة أي سينوس إكس تفاضل إكس يساوي ماذا؟ قلنا يساوي زوج مرات أوبيا من ناقص واحد إلى الصفر أو من الصفر إلى الواحد كما تحب تخدمها، أي هنا من الصفر إلى الواحد قيمة المطلقة أي سينوس إكس تفاضل إكس، ومنه يعني من أجل كل إكس اللي هنا ينتمي للمجال، أي هنا يصبح عندنا مجال من صفر إلى الواحد، أي من أجل كل إكس ينتمي إلى المجال من صفر إلى الواحد، كون ادينا من ناقص واحد إلى صفر نديرو من ناقص واحد إلى صفر. عندنا هنا في هذه الحالة عندنا سينوس إكس يكون أكبر تماما من الصفر، أكبر تماما من صفر. واش ينتج عندنا؟ ينتج انه القيمة المطلقة لسينوس اكس في هذه الحالة تساوي ماذا؟ تساوي سينوس اكس. لماذا؟ لو يكون اقل من صفر كون دينا الجانب الثاني تكون ناقص سينوس اكس. هنا سينوس اكس دينا هذا دائما في الحالات هذه دي من صفر لواحد باش تخدم الياس. عفوا. إذا التكامل تاعي هنا واش يقول؟ صح؟ أي التكامل هذا واش يولي؟ قلنا يولي هذا أي اثنان، أي هذا يساوي اثنان، كملوه لهنا من تكامل من صفر إلى الواحد، واش يولي؟ أن القيمة المطلقة هذه تبعو لهنا تولي ماذا؟ تولي سينوس إكس، عوضها بالقيمة تاعها حقيقية. كون دينا الجانب الآخر قلنا من ناقص واحد لواحد تبدل هذه تخرج لك المهم نفس النتيجة أي تفاضل إكس هنا يساوي ماذا؟ يساوي اثنان، أي الدالة الأصلية تاع سينوس إكس هي ناقص كوسينوس إكس، هكذا الواحد والصفر يساوي ماذا؟ يساوي هنا يساوي هذا الناقص الموجب يخرجه برا، هذا ناقص واحد هنا، ناقص واحد خرجوا برا مع الاثنان وضربوا في الاثنان تولي ناقص الاثنان، هكذا باش تخدم الياس كوسينوس اكس واحد والصفر. ومنه واش تصبح عندي؟ تساوي لو كندير اف لي بي ناقص اف لي ا، اي ناقص الاثنان في اف لي بي اللي هي كوسينوس واحد ناقص اف لي ا اللي هي كوسينوس صفر، هكذا. ومنه يساوي ناقص الاثنان في من كوسينوس واحد خليه كيما راهو، ناقص كوسينوس صفر اللي هو الواحد اي ناقص الواحد، ومنه يساوي ماذا؟ اضرب الناقص اثنان فيهم تولي لك اثنان، اي ناقص اثنان في الناقص واحد تولي لك اثنان، والناقص اثنان في الكوسينوس واحد ناقص اثنان كوسينوس واحد. هذه هي النتيجة تاعك. كوسينوس اللي تعرفه بدلو، ما تعرفوش خليه هكذا، خليه كيما راه كوسينوس واحد. دونك هذه هي النتيجة. هكذا نكونو شفنا تكامل دالة فرضية وتكامل دالة زوجية. ننتقل في التطبيق هذا
ملي بدينا الفيديو حنا غير مع السينوس كوسينوس سينوس كوسينوس دوك نشوفو الطونجونت، والطونجونت هذه راح تصيب روحك ثاني في السينوس والكوسينوس كيف كيف، كاين ما تنخلعش هذا الطونجونت. لو بون واش قالك؟ قالك احسب تكامل التالي، اي تكامل من بي على 4 الى بي على 3، طونجونت اكس تفاضل اكس. نعود نرجعو باش نذكرك بعض الامور. كي قريت في الكاتريام ماني واش قلت؟ واش قريت؟ قريت باللي طونجونت اكس واش تساوي؟ تساوي سينوس اكس، هذه قريتها في السنة الأولى ثانوي، الكاتريام ماني السنة الأولى ثانوي، السنة الثانية حتى راك في الثالثة الله يبارك، كوسينوس اكس صح. هنايا وشنو هو الشرط تاعي له؟ لاحظ بس مقام، يعني هنا الشرط أنه كوسينوس اكس، هذا كوسينوس اكس لازم تكون تختلف، عفوا سيت الاكس كوسينوس اكس لازم تكون تختلف عن الصفر، عندنا مقام له صح. عندنا كذلك واش عرفنا؟ سينوس اكس، ولاحظ عرفنا باللي سينوس اكس اي من شور، هنا عندنا الاكس تنتمي الى ار. عندنا كذلك الكوسينوس اكس، الاكس تنتمي الى ار، معرفه على ار، هي معرفه على ار. هادو للزوج سي دي فونكسيون سيركولار دو اكس، اي دوار دوريه دوريه، سي دي فونكسيون سيركولار سيركولار دو اكس، اي دوار دوريه لاكس، دوار دوريه صح. بالنسبه للسينوس والكوسينوس اكس عرفنا بلي راهي معرفه على ار، وبالنسبه للطونجونت، طونجونت راه فيها مشكل في المقام لهنا. اذا وشنو هو مجال التعريف تاعها؟ نكتبو مثلا كون نقول لك طونجونت اكس، نقول لك مجال التعريف تاعها اي اكس تنتمي الى الار ما عدا بي على الاثنان زائد ك بي، يعني مهما اي كي سوا ك ابارتونو ازيل، اي مهما كان ك ينتمي الى مجموعة الاعداد الصحيحة النسبية. كذلك هذه كيف كيف، هذه دالة دورية كيف كيف، نفس الشيء سي فونكسيون سيركولار دو اكس. علاش هنا ما عدا البروبليم كي سوبوز هذا القيمة هذه اللي ممنوعة في الطونجونت في مجال التعريف، اذا ما هي الا انا على حساب ظني تكون تابعة كوسينوس اكس، لانه هنا عندنا سينوس اكس على كوسينوس اكس، كوسينوس اكس يختلف عن الصفر، ممنوع الصفر في المقام. وقتاش يكون كوسينوس اكس يساوي الصفر؟ كوسينوس اكس يساوي الصفر اذا ماذا؟ اذا كان من الشكل ها هو، اذا كان كان من الشكل التالي اللي هو بي على اثنان زائد ك في بي. كوسينوس انا نقول لك يختلف على الصفر، عفوا كوسينوس اكس يكون يساوي الصفر اذا كان من الشكل هذا، والشكل هذا ممنوع في المقام. اذا لاحظ انه طونجونت اكس تكون موجودة إلا يعني إلا إذا كان يعني إكزيست، إلا إذا كانت إكس، إذا ما كانتش الإكس على الشكل هذا، يعني طونجونت إكس هذا يكون موجود في حالة، إلا في حالة واحدة كي تكون الإكس على الشكل هذا لا إن إكزيست با. دونك على جال هذا قلنا باللي هذا الاخر ها هو راه ممنوع، لماذا؟ لان كي تكون الكوسينوس على الشكل هذا تكون تساوي الصفر، يعني اعطيتكم بدايه على ها صح.
إذن أنا أصبح عندي التكامل هذا، أي التكامل من بي على 4 إلى بي على 3 طنجونت إكس للتفاضل إكس يساوي ماذا؟ يساوي التكامل من بي على 4 إلى بي على 3 أي سينوس، نعوض طنجونت بالقيمة تاعها، سينوس إكس على كوسينوس إكس تفاضل إكس. صح، كاين هنا نشوفوا قانون جديد آخر. صح معايا؟ واش عندنا؟ لما تكون إف لي إكس على الشكل مشتقة على الدالة إي لي إكس، أي إي فتحة لي إكس على إي لي إكس، لاحظ هنا عندنا راهي على الشكل سينوس إكس اللي هي مشتقة كوسينوس إكس. ها؟ واش يكون الداله الاصليه؟ تكون تساوي الان او لي اكس زائد بيان سور لا كونستانت. الشروط اي لي كونديسيون لازم تكون اي قابله للاشتقاق اي لي ديريفاب، وتكون اي اكبر تماما من الصفر. اذا واش تصبح عندنا هنا؟ وهنا عندنا هنا واش نقولوا؟ اي لتكن الداله اف المعرفة على ماذا؟ على هذا المجال اي من بي على 4 الى بي مجال محدود بي على 3 معرفة ب ماذا؟ ب ا ب او ب اكس يساوي ماذا؟ يساوي كوسينوس اكس. عفوا هنا الدالة U لتكون الدالة U المعرفة على هذا المجال ب U ل X كوسينوس X. إذا بما أن هذا الـ U هذا الدالة U دالة قابلة للاشتقاق قابلة للاشتقاق على هذا المجال اللي هو اي بي على 4 و بي على 3، لان هنا واش تكون كوسينوس اكس هذه تكون اكبر تماما من الصفر، تكون اكبر تماما من الصفر. الان ناتي الى التكامل تاعنا، نكمل التكامل تاعنا. عندنا تكامل من بي على 4 ل بي على 3 لي طونجونت اكس تفاضل اكس، واش قلنا يساوي؟ يساوي التكامل من بي على 4 الى بي على 3 سينوس اكس على كوسينوس اكس تفاضل اكس. واش يساوي؟ يساوي قلنا ناقص. لماذا ناقص؟ حنا نعرفوا باللي لما تكون اف لي اكس تساوي كوسينوس اكس، الداله الاصليه تاعها واش تساوي؟ تساوي الاشتقاق تاعها اي اف فتحه اكس تساوي ناقص سينوس اكس، ناقص سينوس اكس. لماذا؟ لان هنا عندنا اف لي اكس تساوي على الشكل هنا ماهيش ناقص، دونك نصنع ناقص واحد اخر باش يحل النقص هذا، لانه هنا نورمالمون نكتبوا هكذا. شوف فاش نكتبوا، نكتبوا على الشكل هذا هكذا انتيغرال بي على 4 من بي على 4 الى بي على 3 ناقص سينوس اكس على كوسينوس اكس حتى تولي لي اي فتحه لي اكس على اي لي اكس، لكن هنا ما عنديش النقص، دونك جو دو كري أموا أي نكرينا نصنع ناقص واحد آخر لهنا باش ينحي لي هذا من بعد، يعني تولي ناقص لهنا باش ينحي لي هذا، فاهم؟ لأنه هنا ما عنديش، لاحظ ما كاش ناقص، هذه ما تعتبرش دالة، أنا نصنعها دالة مشتقة، نرد نرجعها على شكل إي فتحة لي إكس على إي لي إكس هكذا، لأن ماذا؟ هذه واش تولي؟ تولي لي على الشكل حتى
باش نقدر ندير هذه اللي هنا ln u x، يعني الدالة الأصلية لازم نرجعها للشكل هذا ونخلي هذا الناقص، يعني لازم نرجعها للشكل هذا الفتحة دي x على ماذا؟ على هذه اللي هي u دي x. هاي ما عليا إلا نرجع هكذا ونزيد الناقص هنا باش أبري ناقص يروح. إذا وهنا ما نساوش تفاضل x. نجو نكملو. واش تولي عندي؟ تولي تساوي، لاحظ اي ناقص، ومن بعد تخرج عندي الداله الاصليه. واش يقول القانون؟ يقول الان الي اكس، الان الي اكس اللي هي كوسينوس اكس، تو سامبلو الان الي اكس كوسينوس اكس، هذا مكان. وهنا البي اي بي على 3، وهنا الا بي على 4، تساوي ماذا؟ ناقص اف لي بي ناقص اف لي ا، اي ناقص ماذا؟ ناقص هكذا الان كوسينوس بي على 3 ناقص الان كوسينوس بي على 4، ها هو. اذا واش اصبح عندي لهنا؟ راني جبت الدائره المثلثيه، لاحظ من بي، لاحظ التكامل من بي على 4 إلى بي على 3، واش عندي لهنا؟ عندي كوسينوس بي على 3، بي على 3، يعني نجيب هكا هكا هكذا هكذا، وين راح لهنا؟ هنا راهو وين؟ في النصف، ها هو النصف، وكوسينوس بي على 4 هنايا كي نهبط واش يولي لي؟ هنا يولي جذر 2 على 2، جذر 2 على 2. لانه كاين لهنا كوسينوس بي على 6، هنا بي على 6 طيح لهنا، هاهي بي على 6، هاهي هنايا هكا مازالت لنا جذر 3 على 2 لهنا. اذا لاحظ بي ان جي رومبلاسي القيم تاعها، اي يساوي ماذا؟ الناقص دائما ما ننساهش الان كوسينوس بي على 3 اللي هي قلنا النصف، ناقص الان كوسينوس بي على 4 اللي هي جذر 2 على 2. تو هاي الدائره المثلثيه، اصنع دائره مثلثيه وحطها امامك عشاق وتخدم فوقها تحفظها ان شاء الله. وعندنا ثاني واحد القانون تاع الالان اللي راكم متذكرينه، واش يقول؟ يقول الان ا ناقص الان بي، لا تشفوا عليه، واش يساوي؟ يساوي الان ا على بي. نورمالمون تكونوا شايفين على القانون صح. نكمل كي نجيو نطبقوا القانون هذا، واش تولينا؟ تولينا تساوي ناقص الناقص دائما ما تنساوهش، احذر بالك تنساه، تنساها دائما لاحظ الان نصف اللي هو الأب على بي اللي هو جذر 2 على الاثنان. ومنه لاحظ هذا كيفاش نخدمه؟ نخدمه هنايا وحده، يعني تولي لنا هكذا، هذا مضروب في مقلوب الكسر، يعني نصف مضروب في مقلوب الكسر اللي تحته، جذر 2، واش يساوي؟ يساوي 2 على 2 جذر 2، لازم لنا نطق المقام لأن ما نخلوش بالجذر، في جذر 2 على جذر 2، أي ومنه يساوي 2 جذر 2 على 2 في 2، لأن تولي 2 في جذر 2 مربع، إذا 2 في 2 تولي 4، والربعة مع الاثنان تخرج لنا لهنا جذر 2 على 2. إذا واش تصبح عندي هنا؟ تصبح عندي ناقص ناقص، حذر حذر ناقص بالك تنساوه، ناقص الان جذر 2 على 2. علاش راني نقول لكم هذا الناقص؟ بزاف ماشي بزاف اللي يهلكهم هذا الناقص، بزاف اللي ينساو، كاين اللي ينسى شطر كامل من التمرين ينساه، راك شايف؟ كاين وين لحقت وين كاين اللي ينسى التمرين كومبلي في البكالوريا، ينساه باللي كان يلزم وقت اللي يقسم وكذا ينساه، ايه هذه صراتي ينساه. إذا أنا واش يساوي؟ يساوي صح.
بالنسبة للجذور، هذا جذور نعرف كان واحد القانون الجذر يقول لك باللي جذر أ وش يساوي؟ يساوي أ أس النصف. شايف لماذا؟ لأنه هنايا الأ هذا نورمالمون هنا مربع، الجذر مربع. شايف يساوي واحد على هذا، يعني جذر كيكون هكا أ جذر النوني يساوي ماذا؟ أ أس واحد على أن. كنا نقول لك الجذر التكعيبي هكذا لأ وش يساوي؟ يساوي أ أس واحد على ثلاثة. هذا هو ما بالنسبة للجذور. إذا هنا وش عندنا؟ هنا تولي لنا ناقص ألان الجذر الإثناني وش يولي؟ إثناني أس واحد على إثناني هكذا على الإثناني. الإثناني التحتاني وش هو؟ أس واحد. صح، يعني بالنسبة هذه إثناني أس نصف على إثناني أس واحد، هذه وش نصيبها يعني في المسودة؟ هذه وش تساوي؟ راني على هذه برك أصبر، يعني إثناني أس نصف على إثناني أس واحد، هذه وش تساوي؟ تساوي إثناني أس نصف في إثناني أس واحد، يعني كي نجمعوا أس ناقص واحد كي نجمعوا الأسس تولي ناقص واحد. إذن واش تصبح لي؟ يعني ناقص واحد ونقص منه النصف يصبح لي ناقص النصف، يعني إثناني أس ناقص النصف هكذا. إذا لهنا نعاود نرجع اللي بلا قلنا اللي بالأخضر هذا قلم رصاص مسود، هذا التذكير اللي بالأحمر الأزرق هو الصح، أي تساوي ماذا؟ ناقص الألان ألان إثناني أس ناقص النصف هكذا. ومنه لاحظ مليح هنا، لاحظ هنا كاين ناقص واحد وهنا اثنان اس ناقص النصف. هذا الناقص النصف نقدروا نقلبوه في الجهه اللي مليه، يعني يقدر يولي نصف نصف يروح مليه، يعني يولي ناقص واحد هكذا في ناقص النصف الان اثنان، ومنه يساوي نصف الان اثنان، يعني النصف هذا يروح منا يروح مع الناقص واحد اللي راهو وراء الآلان، هذه من خواص الآلان. إذا واش يصبح عندي لهنا الآلان؟ يصبح يساوي هذاك الناقص راح ومنه يساوي مدام، أي يساوي نصف هكذا نصف آلان اثنان، نقدروا نقلبوا النصف هذاك منا ويولينا ماذا؟ آلان اثنان أس النصف، أي يصبح لنا يساوي ماذا؟ ألان أ أس النصف يساوي جذر أ، ألان جذر اثنان، هذه هي النتيجة تاعها. إذا ما فهمتش عاود الفيديو خطوة بخطوة خطوة بخطوة، وثق تماما يا بني يا بنيتي، ثق تماما أنكم بالممارسة أي بالإكثار من حلول التمارين، كل ما تحل التمرين تصيب فيه ديزاستيوس تصيب فيه دي بياج تصيب كذا تدرب عليهم، ان شاء الله كي تلحق البكالوريا تكون على بالك واش راك دير، يعني خطوه بخطوه وما تتسرعش لانك تنسى ناقص هذا. يعني نسينا الناقص هذا واش راح تصيبها؟ تصيبها الان اس ناقص نصف والنتيجه خاطئه، ما تخرج لكش آلان جذر اثنان، معلوم؟ في التطبيق هذا عندنا هنا حصر، يعني عندنا قيمة المطلقة للتكامل من صفر إلى واحد لـ x سينوس x تفاضل x. أولا عندنا كما شفنا في فيديو تاع خواص التكامل، شفنا باللي أي f تكون عندنا f لـ x أقل أو يساوي الدالة جي دي إكس، هذا معناه أنه أنتجرال من أ إلى بي دي إف دي إكس تفاضل إكس يكون أقل أو يساوي الأنتجرال من أ إلى أي تكامل من أ إلى بي للدالة جي دي إكس تفاضل دي إكس. يعني هنا عندنا من أجل
لاحظ عندنا سينوس اكس، دونك هنا نقوم بحصر سينوس اكس، يعني هنا اي عندنا من اجل كل اكس ينتمي الى الار عندنا ماذا؟ عندنا لاحظ سينوس اكس محصورة بين الواحد وماذا؟ والناقص الواحد، يعني هنا نقوم بماذا؟ أي بالضرب في اكس ينتمي الى المجال، يعني في يعني هنا نضرب في اكس، اكس ينتمي لمن؟ الى المجال من الصفر الى الواحد، من الصفر الى الواحد اي الضرب في اكس اكبر من الصفر، اي ضرب في ماذا؟ في اكس اكبر او يساوي صفر. واش يصبح عندنا كي نضرب هذه في اكس؟ يصبح عندنا هنا اكس، لاحظ اكس سينوس، عفوا سينوس اكس، سينوس اكس لان سينوس اكس ضربناها في اكس تكون اقل او الواحد في الاكس اقل او يساوي اكس، وهنا في الناقص اكس تكون عندنا ناقص اكس. هذا يعني ماذا؟ هذا يعني ان التكامل تاء اي من صفر الى الواحد لناقص اكس تفاضل اكس، عفوا تفاضل اكس اقل او يساوي، يعني نبقاو حاكمين الحصر تاعنا لسينوس اكس اي تفاضل، عفوا لا لا الانتجرال من صفر الى الواحد سينوس اكس تفاضل اكس هكذا اقل او يساوي الانتجرال من صفر الى الواحد اكس تفاضل اكس. يعني لاحظ هذا الحصر دخلت عليه تكامل، لاحظ هنا هذا الحصر دخلت عليه هنا تكامل، اي هبطت هنا بماذا؟ بالتكامل. نكمل الان وتصبح عندي اي ندير الدالة الأصلية لكل وحدة فيهم، أي هذه تولي ناقص x، يعني الـ x الدالة الأصلية تاعها هي نصف x مربع، إذن تولي ناقص x مربع على الاثنان هكذا، من بعد واحد والصفر أقل أو يساوي، هذه مكانها نحسبها لأنه المطلوب منا الحصر تاعها هكذا، أي من الصفر إلى الواحد، عاودها غير هي x سينوس اكس دي اكس. يعني هنا المطلوب منا هو ان نبين هذا، نبين باللي هذه تكون اقل او يساوي النصف، اذا مكان لها نحسبها هنا كيف كيف تكون عندنا اكس اي نصف اكس مربع، اي اكس مربع على الاثنان واحد والصفر. ومنه نحسب اف لي ا ناقص اف لي ب تاع هذه، اي تصبح عندي ناقص واحد مربع على الاثنان ناقص اي ناقص صفر مربع على الاثنان، يعني في الحق هذه صفر اف لي ا وين يكون صفر سي بون صفر، انا درتها باش تفهم برك هنا كيف كيف، هذه نخلوها كيما راهي اكس سينوس اكس تفاضل اكس اقل أو يساوي هنا كيف كيف اف لي ب ناقص اف لي ا أي واحد مربع على الاثنان ناقص هكذا صفر مربع على الاثنان. ومنه واش تصبح عندي هنايا؟ تصبح عندي هذه صفر، إذا تولي عندي ناقص نصف هكذا صفر واحد اكس سينوس اكس تفاضل اكس أقل أو يساوي النصف. هذا يعني أن أي القيمة المطلقة للتكامل من صفر للواحد ل x سينوس x تفاضل x تكون أقل أو تساوي النصف. كذلك هنا قبل ما نكمل هذا التمرين عندي بعض التذكير نذكركم به،
تفكير عن أي لتكن اف دالة مستمرة على المجال أي المحلول أ ب، مع عندنا معلوم أ أقل أو يساوي ب. إذن من أجل كل إكس من هذا المجال أي أ أو ب، وش عندنا؟ عندنا الخواص التالية، أي اف لإكس تكون أكبر أو تساوي صفر، هذا يعني أن التكامل من أ إلى ب لاف لإكس تفاضل إكس يكون أكبر أو يساوي الصفر. كذلك تكون عندنا اف لإكس تكون أقل أو يساوي صفر، هذا يعني أن تفاضل أو التكامل من أ إلى ب لإف لإكس تفاضل إكس يكون كذلك أقل أو يساوي صفر، أي تبع دالة. إذا كانت الدالة أكبر أو يساوي صفر التكامل تاعها يكون أكبر أو يساوي صفر، تكون أقل أو تساوي صفر التكامل تاعها يكون أقل أو يساوي الصفر. عندنا في التطبيق هذا احسب التكامل التالي، اي تكامل من صفر الى بي على اثنان للدالة 2 كوسينوس اكس اسية 3 سينوس اكس تفاضل اكس. اول حاجة لازم تتذكرها ان اف لما يكون عندنا اف لاكس تكون مكتوبة على الشكل اي فتحة لاكس اسية اي لاكس، يعني هذا اشتقاق الدالة الأسية، أي اشتقاق الدالة الأسية إي لإكس تكون تساوي إي فتحة لإكس أسية إي لإكس. هنا هذه الدالة الأصلية تاعها واش هي؟ تو سامبلومون هي أسية إي لإكس، هذا لازم ينحفظ. بالنسبة للتمرين تاعنا لهنا التطبيق، لتكن دالة الدالة U المعرفة على R أي مجموعة أعداد الحقيقية بماذا؟ ب U لX، وين راهي U لX؟ هاي 3 سينوس X، 3 سينوس X لذلك أسية 3 سينوس X، 3 سينوس X هي U لX. شوفوا باللي هذه الدالة هي ماذا؟ هي قابلة للاشتقاق على مجال تعريفي، أي كل دالة قابلة للاشتقاق على مجال تعريفها. كذلك من أجل كل إكس ينتمي إلى هذا المجال، أي مجال الأعداد الحقيقية، عندنا إي فتحة لإكس واش تساوي؟ أي كي نديرو الاشتقاق تاع هذه تساوي 3 سينوس إكس، الاشتقاق تاعها هو 3 كوسينوس إكس. لربما تلاحظ تقول لي كيفاش يا أستاذ باللي هنا 3 تقول لي إي فتحة لإكس في أسية إي لإكس، و 3 سينوس إكس الاشتقاق تاعها هو 3 كوسينوس إكس، وهنا عندي 2 كوسينوس إكس. واش كنا شفنا في التمارين اللي من قبل؟ 2 كوسينوس إكس أو هذه 3 كوسينوس إكس نقدروا نرجعوها على الشكل 2 كوسينوس إكس، ما علينا إلا نضربها في 2 على 3 في 3 كوسينوس إكس. واش تولي لنا؟ تولي لنا 6 على 3 أي تولي لنا 2 كوسينوس إكس تو سامبلومون. يعني هنا هذا الاثنان على ثلاثة يرجع لنا هذا 3 كوسينوس إكس، يرجع لنا 2 كوسينوس إكس. إذا نجو نحسبوا التكامل تاعي اللي هو أي صفر من صفر، التكامل من صفر إلى بي على 2 كوسينوس
إكس أسية 3 سينوس إكس تفاضل إكس يساوي ماذا؟ يساوي أي التكامل من صفر إلى بي على الإثنان 2 على 3 كما قلنا إي فتحة لإكس أسية إي لإكس، يعني لو نضربه 2 على 3 في إي فتحة لإكس ترجع لنا 2 كوسينوس إكس كما كنا شفنا درك تفاضل إكس، ومنه هذيك 2 على 3 تخرج برا التكامل أي تساوي ماذا؟ تساوي 2 على 3 تكامل من صفر إلى بي على الإثنان إي فتحة لإكس أسية إي لإكس أسية إي لإكس تفاضل إكس. لاحظ أنه داخل التكامل واش أصبح عندي؟ أصبح عندي الشرط اللي قلته، أي هذه أصبحت على الشكل كما قلت قبيلات إف لإكس تساوي إي فتحة لإكس أسية إي لإكس، يعني هنا لو نجي ندير الدالة الأصلية تاعها تولي أسية إي لإكس تو سامبلومون كيما راك تشوف. قلنا خرجنا هذه ومن بعد واش تساوي؟ تساوي 2 على 3. الآن ندير الدالة الأصلية، قلنا لي إي فتحة لإكس أسية إي لإكس وهي سهلة، معني إلا تحط أسية إي لإكس تو سامبلومون هكذا فوالا. وانا نحط بي على 2 على 2 اللي هي البي، والصفر اللي هو الا، ومنه يساوي ماذا؟ 2 على 3 في مكان أسية اي لي اكس، نحط الداله اي قيمه الداله لاي لي اكس هي 3 سينوس اكس، 3 سينوس اكس هكذا بي على الاثنان وهنا صفر، ومنه يساوي 2 على 3. الآن واش نقوم؟ نقوم بعملية اف لي بي ناقص اف لي ا، اف لي بي ناقص اف لي ا أي أسية 3 سينوس إكس في مكان إكس دير بي على 2 أي 3 سينوس بي على 2 ناقص أسية 3 سينوس صفر هكذا يساوي 2 على 3 في أسية 3 في سينوس بي على 2 شحال يساوي؟ شوف الدائرة المثلثية شحال يساوي؟ 1 ناقص أسية 3 سينوس صفر، سينوس صفر يساوي صفر أي 3 في ماذا؟ في الصفر. هنا تصبح عندي أسية صفر، وكما نعرفوا في الأسية باللي أسية الصفر يساوي 1 تو سامبلومون، أي عدد يكون أس صفر يساوي 1 ما عدا الصفر اللي مازالوا ما تفهموش عليه. زيد هنايا هانا لحقنا إلى النتيجة، يساوي ماذا؟ 2 على 3 في أسية 3 أي تصبح عندي ماذا؟ تصبح عندي 2 أسية 3 على ماذا؟ على 3، يعني هذا الإثنان، لاحظ هذا الإثنان على 3 نضربها في أسية 3 ومن بعد نضربها في أسية في الواحد، هذه تصبح 1 هنا، هذه كومبليمون تولي 1، ومنه تولي ناقص ماذا؟ أي 2 على 3 في ناقص 1 أي ناقص 2 على 3. هذه هي النتيجة المطلوبة منك، هذه هي النتيجة. نواصل مع تطبيق آخر، على بالي تعبتوا، يعني تطبيق مع يجيب تطبيق، تطبيق يجيب تطبيق، على بالي تعبتوا. وانا واش نقول؟ اني نسجل فيديو على المباشر هكذا. اذا شوف مراجعة الرياضيات، يعني نصيحة، كي تكون تراجع في الرياضيات ما ديباسيش ساعة، يعني ساعة من بعد ريبوزي، اذا قدرت تعاود ترجع ارجع دير ساعة كذلك من بعد ريبوزي. عمرك ولا ترجع الرياضيات فوق ساعة، يعني مشي أنا اللي قلتها، قالوها باحثين يعني أخصائيين، إنسان يراجع ساعة بعد يروبوزي وهكذا. وصنع برنامج، صنع برنامج، والفيديو مشي شرط فيديو فيه ساعتين تقرأ ساعتين، فيها أربع ساعات لا إخلاص نقرأ ساعة مثلا، فيديو راي تمشي أي بدأت من الزيرو في اليوتيوب راي لحق لحقت الوقت معين مثلا لحقت قال 34 انا ماركي في ورقه اكوتي باللي راني لحقت ل 34، نروح الريبوزي اذا تعبت
ونعود نرجع انه روبرونيم من 34 ماشي شرط قال فيه ساعتين تقرا ساعتين بون نتوكل على الله. واش قالنا في التطبيق هذا؟ بين اي في سؤالين. سؤال الاول قال لك بين ان الداله اكس كوسينوس اكس هي الداله الاصليه على ار لمن للداله كوسينوس اكس ناقص اكس سينوس اكس. السؤال الثاني طلبوا منا حساب التكامل اي من صفر الى بي لكوسينوس اكس ناقص اكس سينوس اكس. يعني الاول اي تفاضل اكس بالطبع الاول نبينوا باللي هذه هي الداله الاصليه تاع هذه، ومن بعد واش نديروا؟ نجوا نحسبوا التكامل هذا. لاحظ باللي كي نجوا نحسبوا التكامل اوتوماتيكمون راح نحسبوا الداله الاصليه. اذا بينا باللي هذه الداله الاصليه هذه اوتوماتيكمون راح نديروا تكامل الداله الاصليه هذه نحطوها في بلاصه هذه. شوف كيف راح ندير. الاولى نبين بون نجاوب على السؤال الاول. الاولى نبداو الاولى نسميها اي نسمي اف نعطي لها اسم اف الداله المعرفه ب. لا ربما لاحظتوا باللي التسجيل في الصوت اختلف لاني الان نسجل بالميكرو تاع الكاسك واللي جازو تطبيق اللي جازو سجلتهم الميكرو تاع الميكرو تاع اللابتوب. راكم تعرفوا لي كاسك راني في الوقت الخامس ولا اللي ينحرق راني شريت واحد ب اف ل اكس يساوي اكس كوسينوس اكس. يعني درك تروح تشري بدراهمك وماكش شير باللي طيح في حاجه انتيك، يعني سي با سور، يعني تحوس على حاجه تخدم بها صحيحه ماكاش جديده. الله الله الكرتون انت تخدم بها والله غير نخدم ماني نسجل. شتو نتوما ميكرو ينحرق انا عندي هذا وقيل الخامس ولا السادس الله اعلم. بون هذه الداله هي ماذا؟ هذه الداله لاحظ هي ماذا؟ هي جداء داله خطيه مع الداله كوسينوس اكس. هذه الداله هي جداء داله خطيه مع داله كوسينوس اكس. اذا هذا الدوال الزوج وشنو هما؟ هذا الدوال الزوج راهي اي كيل اكس كوسينوس اكس راهي معرفه ومستمره وقابله للاشتقاق على ار. اذا مادام هذو زوج معرفين مستمرين وقابلين للاشتقاق على ار اذا اف يعني لازم نكتبه، يعني هذه الدوال كذا 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 انا درت ديريكت. اذا اف تكون معرفه ومستمره وقابله للاشتقاق على ار هكذا على ار. نجي نسمي جي الدالة المعرفة بماذا؟ بجي لي اكس يساوي ماذا؟ كوسينوس اكس. جي لي اكس كوسينوس اكس. اصبر هنا ما تكفينيش بلاصة لأن جي لي اكس تجي طويلة. جي لي اكس تساوي كوسينوس اكس ناقص اكس سينوس اكس. نظن بعد ما درنا كثرنا من تطبيقات على الكوسينوس سينوس نورمالمون تكون نحيت هذاك الهاجس تاع الدوال المثلثيه هذه. تشوف باللي ماهيش حاجه تخلعك، عندك غير لي فورميل تريجونوميتريك هذوك اي العلاقات المثلثيه الانسان يكتبها ويحفظها. هذا ما كان تعرف كيف تستعملها سيتو يعني بالتطبيق، يعني تكثر حل التمارين في هذا الباب خلاص. وراي كاين تمارين في الكتاب المدرسي، كاين كتب خارجيه اكثر من الحلول. راك تشوف انا في الفيديو هذا رانا جبنا تطبيق بعد تطبيق، وشوف باللي كل تطبيق فيه حاجه تختلف على الاخرى. يعني ان شاء الله كامل لي زاستيس تاع الدوال المثلثيه اللي السينوس والكوسينوس. لاحظوا باللي هذا الداله هذه جي لي اكس، لاحظوا مادام راهي هي ثاني، لاحظ فيها كوسينوس اكس وفيها الاكس وفيها السينوس اكس. هذه ثلاث دوال كذلك معرفه مستمره وقابله للاشتقاق على ار. اذا الداله جي لي اكس هي كذلك معرفه مستمره وقابله للاشتقاق على ار. اذا من اجل كل اكس
ينتمي إلى الآر، واش عندنا؟ عندنا آف فتحة لإكس يساوي، لاحظ مادام راهي جداء واش يقول؟ كي تكون عندنا مثلا القانون تاع الاشتقاق تاع الجداء يعني هكذا، واش تساوي لنا؟ تساوي لنا إي فتحة في زائد إي في فتحة، هذا هو القانون. يعني هنا لاحظ عندي إكس كوسينوس إكس، إكس مشتقة تاع إكس اللي هي إي، الإي هي الإكس، والفي هي كوسينوس إكس، مشتقة تاع الإكس هي واحد في إي في في أي في كوسينوس إكس، ومن بعد زائد إي اللي هي الإكس مضروبة في من؟ في الإشتقاق تاع كوسينوس إكس اللي هو ناقص سينوس إكس، في ناقص سينوس إكس. هذا مكان، شوف كيفاش راني نخدم. ومنه واش تساوي لنا؟ تساوي هنا واحد في كوسينوس اكس اي تولي لنا كوسينوس اكس، وعندنا اكس في ناقص سينوس اكس تولي لنا ناقص اكس، لان الناقص في زائد ناقص اكس سينوس اكس. وهذه واش هي؟ ناقص كوسينوس ناقص اكس سينوس اكس، اي درنا الاشتقاق تاع الداله هذه، فاش طحنا في هذه، هي ماذا اللي سميناها دركا؟ سميناها جي لي اكس، اي تساوي جي لي اكس تو سامبلوم. روحوا للسؤال الثاني، دونك روحوا واش نديروا؟ نحسبوا التكامل، يعني دوك بروفينا باللي هذه الداله الاصليه تاع هذه، يعني اف لي اكس هي الداله الاصليه تاع جي لي اكس، باش نبرهن باللي الداله هي اصليه لداله اخرى، ما لنا الا ندير الاشتقاق تاعها. اذا ستساوي هذه الداله، اذا هي داله اصليه. بالنسبه للتكامل نظن اوتوماتيك ما راح تحسبوه، سهله كنا درنا من قبل التكامل، راهو ماشي حاجه اللي تخلعك. نشوف عندنا بالنسبه للسؤال الثاني واش قالوا لنا؟ عندنا هكذا، ها هو عندنا التكامل من صفر الى بي، اي كوسين عفوا قلنا تكامل من صفر الى بي كوسينوس اكس ناقص اكس سينوس اكس تفاضل اكس يساوي ماذا؟ هو ما معناه؟ اي هو تكامل تاع من صفر الى بي للداله جي لي اكس، لان هذيك سميناها الداله جي لي اكس تفاضل اكس. ومنه يساوي اي الداله الاصليه لجي لي اكس، الداله الاصليه لجي لي اكس تكون هي اف لي اكس. اتعلم كيفاش تخدم هذيك، وهنا بي وهنا الار، اي تساوي لاحظ هكذا نديرو قيمة اف لي اكس اللي هي اكس كوسينوس اكس. لاحظ باللي امور سهلة، هايك هذه هي جي لي اكس، سميتها جي لي اكس، الدالة الاصلية تاعها اللي كنت بروفيت باللي هذه الدالة الاصلية تاعها، هذه نحطها في بلاصة، جيب قيمة اف لي اكس ونحطها لهنا، هذا مكان ندير البي تاعي وندير الار. دونك واش بقى لي؟ نحسب اف لي بي ناقص اف لي ار. اف لي بي واش معناتها؟ هي بي في كل اكس، ما كان اكس دير بي، هذا بي كوسينوس بي. واش درت؟ ماكش تطيح في الجبال هاك تعوض، هاي ساهله نورمال، هاي ناقص في بلاصه الاكس دير صفر، ها صفر، ما قري على بالي باللي هذه راح تساوي صفر، ما عليش نكتبها، ها كوسينوس صفر، نعرف باللي درت اف لي بي ناقص اف لي ا تساوي ماذا؟ بي. وكوسينوس بي واش هو؟ هو ناقص واحد في الدائرة المثلثية، اصنع دائرة مثلثية وعلقها قدامك عادي وتحفظها نورمال، دائرة مثلثية من السنة الرابعة متوسطة الأولى ثانوي الثانية ثانوي وانت تدرس سي بون، أي تساوي لنا ناقص واحد في ناقص واحد، ومنه تساوي ناقص بي. ها هي النتيجة تاعك. الآن نواصل مع هذا التطبيق، هذا التطبيق يعني درجة الصعوبة تاعو 5 نجوم، أي مصنف من بين تمارين صعاب. قالك نعرف تكاملين أ و بي، بي أ يساوي أي تكامل من صفر إلى بي على 6 كوسينوس على كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس تفاضل إكس، و بي تكامل من صفر إلى بي على 6 سينوس إكس على كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس تفاضل إكس. السؤال الأول مطلوب منا حساب أ و بي، أي هذه زائد هذه، ثانيا الفرق أ ناقص بي،
ثالثا احسب كل واحد وحده، اي تكامل A هو تكامل B. نبدأ بإذن الله بالسؤال الأول. شو تبعوني روحوا بالعقل إن شاء الله نحلو حل صحيح بإذن الله. واحد، شوف منيح، عندنا A بلس B، واش ندير؟ ندير التكامل الأول هذاك اللي هو من صفر إلى بي على ستة، كوسينوس إكس على كوسينوس إكس. لاحظ عندهم نفس المقام ناقص سينوس إكس، هذه هي الحاجة اللي انتبهوا لها، عندهم نفس المقام. تفاضل إكس زائد، نجيب هذا القيمة نحطها هنا وهذه نحطها هنا، هذا المكان، زائد تكامل ها هو من الصفر إلى بي على ستة، ومن بعد سينوس هكذا إكس على كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس تكر. واش تساوينا؟ تساوينا حاجة سهلة، المقام كيما في العملية الحسابية، المقام هو كوسينوس زائد سينوس إكس تكر. ها ما كان لا خمس نجوم ولا ست نجوم، درك تشوف بلي ولي يعني لا ديفيكولتي، حنا قلنا خمس نجوم، درك كي تحل التمرين تهبطها لثلاثة ولا زوج إذا كنت شاطر. كوسينوس إكس زائد سينوس إكس ها على كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس تفاضل إكس تكر. هاي الآن نبدأ، عندنا قالك لتكن، لتكن بليطو حنا اللي قلنا ماشي هما قالوا، لتكن الدالة المعرفة على المجال أي من صفر إلى بي على ستة هكذا، بماذا؟ ب إي لإكس يساوي، لاحظ المقام أي كوسينوس إكس ناقص سينوس إكس. نبدأ ب المقام لها من هنا هو المقام، ومنه هذه الدالة لاحظ أنها قابلة للاشتقاق على المجال هذه لأنها معرفة على R، هي فرق دالتين، أي هذه الدالة هي فرق دالتين للزوج معرفة على R وقابلة للاشتقاق على R، إذا U X قابلة للاشتقاق على R، ومنه A U قابلة للاشتقاق على R، على R. إذن مادام قابلة للاشتقاق على R، إذن نقول أنها قابلة للاشتقاق على هذا المجال اللي هو بحد ذاته ينتمي إلى ماذا قلنا؟ إلى R. لاحظوا أنني لربما كان اللي يقول لك علاش الأستاذ يهضر ويكتب، هذه نهضرها لأن كاين بعض الطلبة اللي ما يسمعوش مليح، ما تنساش كاين طلبة اللي ثاني يشوف بصح ما يسمعش مليح، لأنه يعني كاين اللي راسلوني، إذا أنا نكتب أي نأكد على أن الهضرة اللي نتكلمها الكلام اللي نتكلمه نكتبه إن شاء الله، باعتبارها ماذا؟ هذه باعتبارها قلنا الفرق بين الدالة، أي باعتبارها الفرق بين ماذا؟ بين الدالة كوسينوس، دالة كوسينوس والدالة سينوس دوك فوالا. إذن ومن أجل كل إكس ينتمي إلى هذا المجال اللي هو صفر وبي على ستة، واش تكون عندنا يفتح لي اكس، يفتح لي اكس اي تساوي المشتقة تاع كوسينوس اكس، واش هي ناقص سينوس اكس، مشتقة تاع سينوس اكس هي كوسينوس اكس، اذا هنا تولي عندي ناقص كوسينوس اكس، يعني يفتح لي اكس تكون تساوي ناقص سينوس اكس ناقص كوسينوس اكس.
ومنه واش يصبح عندي؟ تصبح عندي A بلوس B يساوي التكامل من صفر إلى P على 6. إذن كوسينوس X بلوس سينوس X على المقام اللي صبناه كوسينوس أي كوسينوس X ناقص سينوس X تفاضل X واش تساوي؟ تساوي انتبه لهنا. احنا واش صبنا؟ احنا عندي لهنا كوسينوس اكس زائد سينوس اكس، لازم هذه نرجعها على شكل يفتح لي اكس، لازم هذه نرجعها يفتح لي اكس على اي لي اكس تو سامبلومون، لازم نرجعها هكذا يفتح لي اكس على اي لي اكس باش ندير لها الداله الاصليه تاعها. يعني لازم افكرك انه لما تكون اف لي اكس بالقانون كنا درناه في بعض التمارين جازو، لما تكون على الشكل اي فتحة لي اكس على اي لي اكس هكذا الدالة الاصلية تاعها اف اكس تساوي ماذا؟ الان اي لي اكس هكذا بلس لا كونستانت. يعني هذا لازم تحفظه، انا هذا الدالة تاعي لازم نرجعها للشكل هذا. وكنت تقول لي يا استاذ صح المقام ورانا اي لي اكس، ما عليناش اسيدي، هذا هو كوسينوس اكس ناقص سينوس اكس. اما البسط كيفاش يا استاذ؟ تقول لي افتح لي اكس ناقص سينوس اكس ناقص كوسينوس اكس، هو راه مكتوب كوسينوس اكس زائد سينوس اكس. المثال ما صراوناش دي كوين، قلبناه هذا المقام، زدنا له صوالح ولا حاجه سهله. هذا المقام اسيدي هذا ها كنا نكتب لك هكا، شوف مليح وميز، اي ناقص التكامل من بي على 6. لازم تكون حيلي انت ثاني شويه، العب مع الرياضيات شويه هكا. ناقص شوف مليح كوسينوس اكس زائد سينوس اكس، هذه اللي هنا كون ندير ناقص واش تولي لنا؟ تولي لنا ناقص كوسينوس اكس ناقص سينوس اكس. ما يهمنيش انا نبدل ندير كوسينوس منا ولا هذه بوسك، راه من الزوج ناقص 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 كوسينوس اكس ناقص سينوس اكس. بصح انا راه عندي كوس ايه، نديروا له هذا الناقص، هذا ينحي هذا. مهم هنا راه عندي ناقص واحد يخرج برا، هذا الناقص ينحي هذا باش تعاود ترجع للاصل تاعها. يعني كي ندير هنا راني ما كتبتوش كيما كانت في الاصل تاعها، بصح كي نزيد لها هذا الناقص هنا تعاود ترجع للاصل تاعها. ومن هنا نكتب كوسينوس اكس ناقص سينوس اكس هكذا تفاضل اكس. ومنه واش تساوي؟ هنا راهي صبحت على الشكل هذا، انتبه، اي هنا راهي ولات لي هكذا، هاي واش ولات؟ هذه ولات اي فتحة لي اكس هكذا، وهذه اي لي اكس ها هي. ها اذا هذا واش تولي؟ تولي لنا الان، اي الداله الاصليه تاعها تولي الان اي لي اكس، يعني تساوي الا ناقص، ما ننساوش النقص هذا، احذر بالك تنساه النقص هذا، بالك نديرو الروج هذا الناقص بالك تنساه، صح ناقص ها هو الان، اي الداله الاصليه لي اي لي اكس. ومن بعد عندنا هنايا البي اللي هو بي على 6 وهنا صفر، تساوي ماذا؟ تساوي ناقص الان شكون هي الاي لي اكس؟ هي كوسينوس اكس ناقص سينوس اكس هكذا. ومن بعد نعاود ندير بي على 6 او الصفر هنا الا، يعني كتبت اي لي اكس، كتبت قيمتها، ما درت حتى حاجه جديد او حاجه، مثلا بنيت باطيمه ولا جا نورمال، هاي القيمه تاعها بوان سيتو. تساوي ماذا الان؟ ندير اف لي بي ناقص اف لي ا. شوف مرحله مرحله، كي بدينا الدرس تاع التكامل قرينا قانون رانا طبقوا فيه في كل تمرين، لاحظ مرحله مرحله، تكامل بعد الداله الاصليه ومن بعد اف لي بي ناقص اف لي ا وهكذا، ما بدلنا والو. الناقص حبيبنا الناقص ما نساوهش هنا، بالك اتونسيون اتونسيون كي لخلك الناقص هذاك، هنا تولي لنا الان كوسينوس في بلاصة الاكس ندير البي قيمة البي، ومن بعد في بلاصة الاكس ندير قيمة الا. كوسينوس بي على 6
ناقص سينوس بي على 6 هكذا فوالا، ومن بعد ناقص اف لي ا اللي هي ماذا؟ اللي هي الان كيف كيف الان كوسينوس صفر ناقص سينوس صفر هكذا، ونغلق كروشي ومنه تصبح تساوي ناقص ماذا؟ عاود الان كوسينوس بي على 6 بي على 6 هاي الدائره المثلثيه، هاي هنايا واش عندي؟ هنا عندي بي على 4، هذه بي على 4 وهنا عندي بي على 6. بي على 6 كي ندير الكوسينوس تاع بي على 6 ونجي هابط من هنايا واش هو؟ هو جذر 3 على 2 بي على 6 هو جذر، هو جذر 3 على 2. اذا هنا جذر 3 على 2 وسينوس بي على 6 واش هو؟ سينوس بي على 6، بي على 6 هو اي طاحت في النصف، هو النصف ها هو. اذا واش نكتب؟ نكتب الان اي بي على 6 اللي هو كوسينوس بي على 6 هو جذر 3 على الاثنان ناقص سينوس بي على 6 اللي هو ناقص النصف ها هي، ومن بعد ناقص ماذا؟ ناقص كوسينوس صفر هنا واحد، وهنا سينوس صفر هو صفر، اذا واحد ناقص صفر، اذا تبقى لنا الان واحد ناقص الان واحد فوالا الان واحد. اذا ومنه نكمل تساوي ماذا؟ ناقص لان الان واحد خلاص يولي صفر، الان واحد هو صفر، اذا واش تولي لنا؟ تولي لنا ناقص الان ماذا؟ جذر 3 على الاثنان اي نقدروا بوس كرام الزوج على اثنان، جذر 3 ناقص 1 على اثنان ها هي القيمة تاع A بلوس B. اش فعل هذا القيمة A بلوس B؟ نعاودو نرجعو لها هذه. الان نجاوب على السؤال الثاني وهو مطلوب منا هو حساب A موان B اي الفرق. ديجا الاول لك شفتو شحال درنا فيه، دونك هذه ا موان بي يعني تكون بزاف بزاف، بالك نحلوه في خلال ساعة ولا تنجمو تزيدو واحد الساعة ولا واحدة اخرى باش نحلو ا موان بي، بالك في خلال دقيقة ما دريش. ها دونك نشوفو اي تكامل من صفر الى بي على 6 كوسينوس اكس على ماذا؟ على كوسينوس اكس ناقص سينوس اكس تفاضل اكس ناقص البي اللي هي التكامل من صفر على الى بي على 6 المقام كيف كيف كوسينوس اكس ناقص السينوس اكس، وهنا سينوس اكس تفاضل اكس طويل طويل راح نديرو في واحد ساعتين هذا التمرين. شوف مليح تساوي تكامل من صفر الى بي على 6 كوسينوس اكس ناقص سينوس اكس على كوسينوس انتبه البسط والمقام سينوس اكس بسط المقام كيف كيف هيا سيبور انا فريناها ما تنخلعش عليك صفر يعني بي على 6 واحد تفاضل دي اكس لان بسط المقام متساويين دونك واحد. اذا الدالة الأصلية تاع الواحد هي الإكس هكذا بي على 6 الصفر ومنه تساوي ماذا؟ أنا هذه صفر يعني اف لي بي ناقص اف لي أ أي بي على 6 ناقص صفر إذا بي على 6. قلت لك ما تخلعش ما نشرح نديرو فيه أنا درنا فيه دقيقة. السؤال الثالث هو المطلوب منا حساب التكامل أ وحساب التكامل بي. صح مادام راهي عندنا A بلس B وعندنا A موان B نوريلك الطريقة باسكو تروح تحسب كل واحد وحده راح تطول، يعني نلجأ لنا في إلى جملة معادلتين عندنا A بلس B تساوي ماذا؟ ناقص ألان ما طولكش تحسبهم هكاك في باطل ومن بعد تروح تحسب هذيك، يعني مش مهابل هو باش يعطيك سؤال كيماذا هذه ومن بعد هذه في البكالوريا ومن بعد يعطيك تحسب هذه وحده وهذه وحده، يعني راهو يتبهلل معك. لا لا
يعني كي طالك هذه A بلس B أو موان B، وقال لك السؤال الثالث عرف بلي هذو سون كونسيرني يعني داخلين، يعني هنا تدخل عندك لهنا جملة معادلة، يعني لاحظ لهنا أي جذر ثلاثة والناقص واحد على الاثنان هكذا، وعندنا ال A مو B تساوي ماذا؟ تساوي B على ستة، B على ستة هذه جملة معادلة صح، هذه نسميها رقم واحد وهذه نسميها رقم المعادلة الأولى المعادلة الثانية. انتبه هذا يكافئ ماذا؟ يكافئ هنا كي نديرو ال A بلس دو واش توليني؟ تولي لي A بلس A تولي دو زا، وال B موان B زيرو أي تولي لي دو زا يساوي ناقص الان يعني هذه ثاني الطرف الايسر زائد مع بعضه والطرف الايمن مع بعضه، يعني جذر ثلاثة ناقص واحد على الاثنان زائد بي على ستة. وهنا هنا في حالة ماذا؟ في هنا الحالة هذه اي واحد زائد الاثنان، الحالة الثانية الواحد ناقص الاثنان، هذه في الحالة الثانية. اللي هنا A مو A تولينا زيرو، B بلس B لأن مو مو B تولينا B بلس B ولنا 2B، هنا يقولون ماذا؟ 2B، ومنه تولي هنا ناقص الآن هكذا جذر ثلاثة ناقص واحد على الاثنان مو B على ستة. هاني أصبحت في واحدة أخرى من هذه، وش يخرج عندي؟ تخرج عندي واحدة أخرى، ومنه مدام 2 زا إتيقال موا ألان جذر ثلاثة ناقص واحد على اثنين زائد بي على ستة، إذن أ تساوي ماذا؟ هذه على اثنان وهذه على اثنان، ومنه الأ يساوي ألان على الاثنان نكتبها ناقص النصف ألان هكذا في جذر ثلاثة ناقص واحد على الاثنان هكذا زائد يعني بي على ستة، يعني تولينا هكا بي على ستة على الاثنان، ومنه يولينا بي على ستة مضروب في واحد على اثنان أي بي على 12 أي مقلوب الكسر زائد بي على ماذا؟ على 12. هذه بالنسبة إلى الأ. البي البي كذلك هذا الاثنان يهبط تحت هذا زوج يولي ناقص النصف آلان جذر ثلاثة ناقص واحد على الاثنان وناقص بي على 12 هكذا. ها هي عندك الأ وعندك البي. إذن الآن روحوا نحسبوا، دروك حسبنا الأ وحسبنا البي، شوف معايا مليح. هاي الأ عندك هنا وهاي البي، يعني واش تكتب في الآخر؟ ماشي هذا هو الإجابة، احذر في البكالوري لازم تكتب باللي يا ودي أ تساوي انتجرام من الصفر حتى البي على ستة كوسينوس اكس على كوسينوس اكس ناقص سينوس اكس هكذا تفاضل اكس تساوي ودير القيمه تاعها هكا ناقص النصف الان في جذر ثلاثه ناقص الواحد على الاثنان زائد بي على 12 هكذا. ومن بعد تجي تكتب هنا البي تساوي هكذا اي من صفر الى بي على ستة، ومن بعد واش دير؟ دير سينوس اكس اي سينوس اكس على كوسينوس اكس ناقص سينوس اكس تفاضل اكس، ومنه يساوي ناقص نصف الان جذر ثلاثة ناقص الواحد على الاثنان ناقص بي على 12. يعني احنا حسبنا والواحد متعرض للخطأ، اسكو صح الا يساوي هذه والبي يساوي هذه، بلك رانا غلطين احنا، بلك غلطنا في حساب، بلك ما تدري هذه دنيا واش تدري، علاش ما نجوش نتحققوا؟ اه اسيدي علاش ما نتحققش من هذا؟ خلينا هاي وراه الريزلت نجي نتحقق، ما خسرت والو. A بلس B يساوي
الأشعة سطو، سطو ناقص نصف ألان جذر ثلاثة ناقص واحد على الاثنان هكذا زائد بي على 12. البيش على سطة هذا الزائد اللي في وسطهم، ها هو عندنا زائد ناقص نصف ألان كذا، يعني هذاك الزائد نحوه، نحوه يولي ماذا؟ يولي ناقص، يولي ناقص ناقص نصف ألان اللي هو البي جذر ثلاثة ناقص واحد على الاثنان ناقص بي على 12، ناقص بي على 12 واش تساوينا الأولى هذه زائد بي على 12 ناقص بي على 12، إذا تولي لنا لهنا لاحظ ناقص، شوف مليح لهنا ناقص نصف ألان وناقص نصف ألان، النصف وناقص النصف يبدأ واحد، إذا نقدر نكتب تساوي ماذا؟ تساوي ناقص ألان جذر ثلاثة ناقص واحد على اثنان، وهذه هي النتيجة اللي صبناها أ بلس بي. إذا فالأ بلس بي رانا طريبي، رانا صحاح، أنا ديجا رانا صحاح. فالأ موان بي، أ موان بي يساوي صح ناقص النصف ألان جذر ثلاثة ناقص واحد على الاثنان زائد بي على 12، ومن بعد عندنا الناقص، الناقص في الناقص يولي زائد زائد نصف ألان جذر ثلاثة ناقص واحد على اثنان، وهذا يقلب يعني الناقص يقلب هذا الإشارة يردها زائد، وهذا الناقص يردو زائد بي على 12. هنايا لاحظ عندنا ناقص نصف ألان في هذه وزائد نصف ألان في هذه، صافي هذه تروح وهذه تروح، إذا واش تولي لنا بي زائد بي يولي لنا 2 بي على 12، ومنه كي نضرب هذه مع هذه تولي لنا بي على 6، وصح صوت باللي أ موان بي تساوي بي على 6. الآن نضيف بعض التوضيح لل أي توضيحات على كوسينوس سينوس فيما يخص المجال اللي درسنا فيه هذا التكامل، حتى تكون عندك صورة مليحة للمجال. مثلا المجال هو هنا مثلا لو نقول لك الدالة كوسينوس، يعني هنا درسنا الكوسينوس والسينوس، الدالة كوسينوس نقول لك متناقصة، متناقصة على هذا المجال اللي درسنا فيه التكامل اللي هو من الصفر إلى بي على 6. لماذا؟ لماذا متناقصة؟ لاحظ كي نديماري منا من الصفر وانا راني طالع للبي على 6، الكوسينوس واش يصرى له؟ الكوسينوس راهو يجي منا من الواحد، القيمة تاعو تهبط من واحد إلى ماذا؟ إلى هنايا هذه، تشوف لهنا، أي من واحد إلى جذر ثلاثة على اثنين، جذر عفوا جذر ثلاثة على اثنان، وهنا واحد، يعني تناقص. لو نزيدو نطلعو مثلا إلى بي على أربعة يزيد يتناقص إلى جذر اثنين على اثنين، يعني هاي لاحظ، يعني الدالة كوسينوس متناقصة، لاحظ هاي بي، بي على هاي بي على أربعة، ونزيدو مثلا نديرو بي على ثلاثة، هاهي هاي بي على ثلاثة، يعني لو جينا ودرنا هاو الكوسينوس تاع بي على أربعة، هذه بي على أربعة، بي على أربعة الكوسينوس تاعها يساوي جذر اثنين على اثنين، ها هو جذر اثنان على اثنان. لو جينا إلى بي على ثلاثة، بي على ثلاثة ودرنا الكوسينوس تاعو، لاحظ، لاحظ هكذا، يعني هنا النصف، يعني كل ما طلعنا، أي لاحظ لو ندي المجال بين الصفر وبي على ستة، راهي الدالة كوسينوس متناقصة، ندي المجال بين الصفر وبي على أربعة، هاي تناقصت ثاني من الواحد زادت هبطت، ندي من الصفر إلى بي على ثلاثة هاي زادت هبطت، ندي من الصفر إلى بي على اثنان هاي ولات صفر، هاي صفر، يعني أن واش نعرفو؟ أن نتعلم باللي الدالة كوسينوس متناقصة لهنا، هاي متناقصة، لاحظ الدالة كوسينوس متناقصة. أنا اللي همني هنا المجال وين راه اللي همني؟ هو هذا منا، ها هو منا حتى لهنا، هذا
ليها من يعني دوك نديرو بالاخضر، ها هو المجال اللي راه عندي هنا، ها هو عفوا هنايا يعني من واحد. اذا واش قلنا ان الداله كوسينوس متناقصه على هذا، اي ومن اجل عفوا من اجل كل اكس ينتمي لهذا المجال اللي رانا درسنا فيه التكامل اللي هو من صفر الى فعل ستة، واش عندنا؟ لدينا ماذا؟ لدينا كوسينوس اكس اقل او يساوي كوسينوس صفر، يعني كوسينوس اكس راهو هنايا، شوف مليح كوسينوس اكس هاو الاكس راهو بين هادو بين هذه هنايا هكذا، يعني اقل او محصور بين كوسينوس صفر وبين ماذا؟ وبين كوسينوس بي على ستة، بين كوسينوس بي على ستة، يعني كوسينوس اكس المجهول اللي عندنا محصور بين هذو زوج. هذا وش يعني؟ يعني انه ماذا؟ ان كوسينوس اكس محصور بين كوسينوس صفر وشنو؟ بين الواحد، ومحصور بين كوسينوس بي على ستة بين جذر ثلاثة على اثنان. هذه بالنسبة للدالة كوسينوس. بالنسبة للدالة سينوس، الدالة هذه الدالة كوسينوس، الدالة سينوس، الدالة سينوس نقول لك أنا متزايدة على هذا المجال اللي رانا ندرسه فيه صفر حتى بي على ستة. لماذا؟ لاحظ، شوف الدائرة المثلثية، شوف مليح. كي نقول لك سينوس، السينوس وين راه لهنا؟ السينوس هو هذا، باش تكون في الصورة الأرمى، وهذا هو السينوس ليها من هذا لهنا، وهذا محصور بين الواحد وبين الناقص واحد حتى لهنا تحت، ها هو، عفوا، ها هو وين راه، يعني راهو محصور بين ماذا؟ بين ناقص واحد والواحد، كيما الكوسينوس محصور بين الواحد والناقص واحد، على هذيك نقولو كوسينوس بي يساوي ناقص واحد. شوف معايا مليح، هنا متزايدة، كي نقولو سينوس صفر واش تساوي؟ تساوي لنا صفر، سينوس صفر يساوي صفر. كي نقولك سينوس بي على ستة واش يساوي؟ سينوس بي على ستة يساوي النصف، تشوف متزايدة من الصفر طلعت النصف. كي نقول لك مثلا بي على ربعة يساوي جذر اثنان على اثنان، يعني تزيد. كي نقول لك مثلا بي على ثلاثة، سينوس بي على ثلاثة يساوي جذر ثلاثة على اثنان، نقول لك بي على اثنان يساوي الواحد، ها هو الواحد. إذا لاحظ أن الدالة سينوس متزايدة، متزايدة بين أي في المجال من صفر على بي على اثنان، والمجال اللي همنا هنا في الدرس تاعنا في التطبيق تاعنا عفوا من صفر إلى هذا إلى بي على ستة، من صفر إلى بي على ستة، يعني الإكس تاعي كما كنا شفنا من قبل هي هذه اللي تهمني درك أنا، هذه الإكس راهي محصورة بين السينوس تاع الصفر وبين السينوس تاع النصف. بديت تفهم شوية. إذا من أجل واش نقولوا هنا؟ أنه من أجل ماذا؟ من أجل كل إكس ينتمي، لا نقولوا من أجل كل إكس، اللي يهمني هو الإكس اللي ينتمي منا لهذا، يعني في المجال هذا، يعني هنايا الإكس اللي ينتمي للمجال هذا أو منا إكس حتى لهنا. اذا كل اكس ينتمي للمجال هذا من صفر حتى في على ستة، يعني لاحظ اي منا حتى لهنا هاك الاكس هذا اللي همني. واش لدينا؟ لدينا سينوس اكس اقل او يساوي بي على ستة، ايوه لا عفوا اقل أو قلنا أقل أو يساوي سينوس بي على ستة.
شو هنا اكبر كوسينوس اكبر او يساوي كوسينوس بي على 6 هنا لا اقل او يساوي سينوس بي على 6 راهو الاكس راهو تحتها من تحت هاك تشوف سينوس بي على 6 اي الصوره تكون اقل من هذه واكبر او يساوي سينوس صفر تشوف بان الصفر جاي لتحت يعني الصوره راهي هنايا هاي الصوره وراهي هنايا كامل هنا الصوره يعني اقل من سينوس تاع بي على 6 واكبر او يساوي سينوس تاع الصفر يعني هذا واش يعني يعني ماذا يعني انه سينوس اكس اقل او يساوي النصف اكبر او يساوي الصفر اكبر او يساوي صفر وهنا بما عندنا مثلا اعطونا كوسينوس اكس ناقص سينوس اكس يعني هنا بالضرب بالضرب في ناقص واحد ها برسكو عليه بالضرب في ناقص واحد واش يصبح عندي يصبح ناقص سينوس اكس اقل او يساوي الصفر اي ناقص كنضرب تنقلب المتباينه ينقلبوا اكبر او يساوي ناقص اي النصف اي من اجل اي من اجل كل اكس ينتمي لهذا المجال صفر و بي على 6 تكون عندنا ماذا يكون عندنا كوسينوس اكس ناقص سينوس اكس اكبر تماما من الصفر وهذا يعني ان الي اكس اكبر تماما من صفر نزيد الان هذا التطبيق رانا في التطبيق العاشر لتكن الدالة في المعرفة على المجال صفر و بي على اثنان بي اف دي اكس يساوي كوسينوس ثلاثة اكس في سينوس خمسة اكس احسب القيمة المتوسطة لهذه الدالة على المجال صفر و بي على اثنان اي طلبوا منا حساب لفالور موين اي القيمة المتوسطة القيمة المتوسطة اللي تشوفها القانون تاعها هو ام هو عدد حقيقي يساوي واحد على بي ناقص الأ تكامل من أ إلى البي لإف لإكس تفاضل إكس هكذا إذا نحنا واش يولي عندنا هنا يولي عندنا أم تساوي ماذا واحد على بي على الإثنان أه ناقص الصفر أي تفاضل من صفر إلى بي على الإثنان لمن لي كوسينوس ثلاثة إكس سينوس خمسة إكس تفاضل إكس هكذا لهنا كان واحد القانون نذكركم به في العلاقة المثلثية هو كي تكون عندك سينوس أ في كوسينوس بي واش تساوي تساوي نصف سينوس A plus B زائد سينوس A موان B هذه العلاقات كل مرة اكتب واحدة على جي حتى تحفظهم إن شاء الله هذه سينوس A كوسينوس B تساوي نصف سينوس A plus B زائد سينوس A موان B صح احنا واش عندنا احنا نجو نخدمو بهذه العلاقة احنا اي الام دائما رانا في الام تساوي هذه واحد على بي على اثنين يعني واحد على بي على اثنين هذه واش تساوي تساوي واحد في مقلوب الكسر هذا اللي هو اثنين على بي ومنه تساوي اثنين على بي تو سامبلومون اي اثنان على بي تكامل من صفر الى بي على اثنان هنا لاحظ واش عندنا هذه نقلبوها نرجعوها على شكل سينوس ا في كوسينوس بي راك تشوف راهي كوسينوس سينوس لأن الضرب لهنا نقلبوه عادي ما عندنا حتى مشكل سينوس خمسة إكس كوسينوس ثلاثة إكس هاي ما يصرا والو كي نقلبوه لماذا؟ لأن هنا لاحظ هذا هنا واش هو
هذا الأ، يقول لي هذا الأ، وهذا ماذا؟ وهذا البي، هذا البي. نكمل. اش تساوي؟ أي تساوي دائما 2 على بي، تكامل من 0 إلى بي على ال اثنان. احنا نطبق القانون، هذا القانون نطبقه على هذه، أي هاي العلاقة هذه نجو نمثلو هذا سينوس أ بلس بي، يعني 5 إكس زائد 3 إكس هكذا، زائد سينوس 5 إكس ناقص 3 إكس هكذا. هاي يعني هاي الأ، هنا واش عندي؟ هنا عندي أ بلس بي اللي هي هاي الأ وهي البي. هنا كيف كيف أ موا بي، ومن هو تصبح هذي؟ أي تصبح تساوي، لاحظ أن هنا هذا النصف يروح برا، يروح برا يولي الاثنين على بي في واحد على النصف، هذه تروح مع هذه تصبح عندي واحد على بي. إذا يولي عندي واحد على بي انتجرال دائما صفر وبي على الاثنان في ماذا؟ في سينوس، هنا عندي 8 اكس زائد سينوس 5 ناقص صافي سينوس 2 اكس تفاضل اكس هكذا، تساوي ماذا؟ تساوي 1 على بي هكذا صافي. هنا نديرو الدالة الأصلية تاع هذه والدالة الأصلية تاع هذه. كي تكون عندنا بالنسبة للدالة الأصلية، كي تكون عندك دالة على الشكل f x يساوي كوسينوس ax بلس b، f أي الدالة الأصلية تاعها يساوي ماذا؟ واحد على a، اكتب هذا عندك نوتي كلش، هذا عندك سينوس ax بلس b، هذه الأولى. كي تكون عندك الدالة على شكل اف اكس تساوي اف دي اكس تساوي سينوس ا اكس بلس بي هكذا، هي الدالة الأصلية تاعها تساوي كيف كيف، هنا عندنا ناقص لأن الدالة الأصلية تاع السينوس هي ناقص كوسينوس، إذا ناقص واحد على ا كوسينوس في ا اكس بلس بي. ها هو. هنا واش عندنا؟ عندنا سينوس، سينوس اذا ناقص تولي داقس كوسينوس، يعني ناقص كوسينوس واش تولي؟ ناقص كوسينوس ا اكس بلس بي، ا اكس بلس بي هي عندنا ويت اكس 8 اكس على ا اللي هو 8، يعني هذه كيف كتبناها؟ كتبناها على الشكل هذا، شوف لي مليح، ناقص واحد على أ اللي هو 8 في كوسينوس أ إكس بلس بي اللي هي 8 إكس، تقول لنا بهذا الشكل ناقص كوسينوس 8 إكس على 8، ومن بعد تجينا هذه، هذه دوك لهنا ثاني كيف كيف عندنا ناقص، ناقص هنا ناقص كوسينوس 2 إكس على ماذا؟ على الـ A اللي هو الاثنان هكذا، كذا ومن بعد عندي P على اثنان، بعد عندي الصفر، واش تولي لي؟ تولي تساوي ناقص هذا الناقص، ناقص للزوج نخرجهم برا على P هكذا، ومن بعد نديرو F لـ A بلوتو، بلوتو استنى نكتب لك باش تفهم، كوسينوس 8 اكس هذه هكذا الدالة الأصلية 8 اكس على 8 زائد كوسينوس 2 اكس، عفوا قلنا كوسينوس 2 اكس على الاثنان، يعني هكذا بي على اثنان والصفر، هنا هذا الناقص خرجته برا، ها هو راه خرجته البرا، اصبح لي هنا بماذا؟ بالزائد. الآن دوك ندير اف لي بي ناقص اف لي ا، أي
تساوي ناقص واحد على بي مضروبة في كوسينوس، لاحظ كوسينوس هذا الإكس يعني تولي لي على الشكل هكذا، شوف مليح يعني تولي لي على الشكل كوسينوس 8 بي على الاثنان، مع 8 على الاثنان تروح تولي لي ماذا؟ تولي لي كوسينوس 4 بي، هيا كوسينوس 4 بي على 8 زائد هنا كيف كيف تولي لي كوسينوس الاثنان بي على الاثنان تروح مع بعضها بعض الاثنان، اذا واش تولي لي كوسينوس بي، اذا زائد كوسينوس بي على الاثنان ناقص كوسينوس ا اي ناقص اف لي ا، اي تولي لي كوسينوس هنا صفر يعني 8 في الصفر، اذا كوسينوس صفر على 8 بوسك تولي اف لي ا، هذا زائد يولي ناقص لانه هذا نورمالمون نديرو بين قوسين اف لي ا، الناقص تولي هنا ناقص المعنى كوسينوس صفر على الاثنان هكذا. ومنه انتبه هنا اللي تساوي ناقص واحد على بي كوسينوس 4 بي، يعني كي نديرو الدورة هكذا كوسينوس صفر واحد كوسينوس بي ناقص واحد واثنين بي يساوي واحد، إذا كي ندور اثنين بي ونعاود ندور دورة واحدة أخرى يولي نطيح في الربعة بي، إذا كوسينوس تاعها واحد، أي واحد كوسينوس 4 بي هي واحد على 8 زائد كوسينوس بي هو ناقص واحد، إذا هذاك النقص تولي هنا واحد على الاثنان ناقص كوسينوس صفر هو الواحد على 8 ناقص كوسينوس صفر هو الواحد على الاثنان، هنا 8 واحد على 8 وناقص واحد على 8 راحوا يصبح لي ناقص واحد على بي في ناقص النصف، ناقص النصف ومنه يساوي واحد على بي، هذه هي النتيجة تاعنا. فوالا، وأخيرا نكمل هذا الفيديو بهذا التطبيق رقم 11، قالك لتكن الدالة اف المعرفة على المجال صفر و بي بي اف ل اكس يساوي ناقص واحد زائد النصف سينوس مربع اكس، وليكن سي اف من سو تمثيلها البياني على مال متجانس او اي جي، احسب وحدة المساحة. قبل ما نبدأ بحساب وحدة المساحة قلنا نذكركم بالدرس، ديروا بعض التذكير. لتكن الدالة اف المستمرة على المجال ا و بي مع ا اقل تماما من بي الممثلة بالمنحنى سي اف، اذا كانت عندنا حالتين، اذا كانت اف موجبة على المجال ا بي فان المساحة ا تساوي تكامل من ا الى بي لاف لاكس تفاضل اكس، يعني ها هو تمثيل البياني تحت المساحة ا، لاحظ يعني هذه لاحظ حالة من حالات رسمت لكم هذا التمثيل البياني، لاحظ هنا الدالة راهي موجبة، شوف الدالة وين راهي جاية، راهي موجبة راهي فوق، قلنا الدالة تكون موجبة كي تكون موجبة ولا سالبة اي بالنسبة الى محور الفواصل، اذا كانت فوق محور الفواصل راهي موجبة منحنى تاعها موجب، اما اذا كانت تحت محور الفواصل راهي سالبة، صح. الحالة الثانية واش تقول؟ الحالة الثانية تقول اذا كانت اف سالبة على ا المجال ا بي، اذا ا اي المساحة ناقص، زيدوا ناقص هنا اي تكامل من ا الى بي لاف لاكس تفاضل اكس، لاحظ المنحنى هاني رسمت المنحنى هذه في حالة اذا كانت سالبة، لاحظ هنا المساحة اللي هي بالاخضر، المنحنى ممثل بالاحمر والمساحة بالاخضر، المساحة نعرفوا سواء لهنا راهي سالبة راهي تحت محور الفواصل، ها أن الدالة راهي سالبة والمساحة راهي من تحت، إذا نديرو ناقص، وكما كنا نعرفوا كما قلنا في الدرس باللي المساحة تكون محددة بماذا؟ شوف بالمنحنى الدالة وبمحور الفواصل وبالمستقيم المستقيمات ذات المعادلة إكس يساوي أ وإكس يساوي بي، سواء كانت الدالة موجبة لهنا أو كانت
سالبة اللحم. الآن نروح إلى حل التمرين. بالنسبة للتمرين تاعنا عندنا من أجل كل، أي من أجل كل إكس من المجال، أي صفر إلى البي، واش عندنا؟ لاحظ عندنا سينوس، هنا عندنا نبداو بسينوس كاري إكس. سينوس كاري إكس راهي محصورة بين الواحد والصفر لأنها موجبة، لأن سينوس كاري إكس أي عدد سالب كاري يكون موجب، إذا محصورة أي في الدائرة المثلثية السينوس اللي القيم تاعه موجبة تكون بين الصفر والواحد، لأننا نعرفوا أنه السينوس إكس محصور بين ناقص واحد والواحد في الدائرة المثلثية. إذا مادام هنا كاري شغل أي عدد نطوه لها سينوس تاعه مثلا قلنا ناقص واحد على اثنان، يكون نطوه لها واكس ناقص واحد على اثنان يولي أو كاري. إذا كانت إكس تساوي مثلا نعطوا لها واحد على اثنان ناقص واحد وكاري، إذن يكون موجب، إذن يكون محصور بين الصفر والواحد. نكمله، عندنا السينوس كاري إكس هنا فاش راهي مضروبة في النصف، نضربوا هذه في النصف، نزيدوا لها النصف لهنا، واش تولينا؟ نضربوا هذاك الواحد في النصف، واش يولي؟ يولي النصف هكذا، وهنا نضربوا الصفر في النصف، يولي الصفر. هنا واش نزيدوا لها؟ نزيدوا لها ناقص واحد هذاك، نزيدوا لها ماذا؟ ناقص واحد، أي نصف سينوس مربع إكس. من أحسن هذاك الناقص واحد تجيبوه منا، يعني أحسن تجيبوه منا، يولي ناقص واحد، تولينا ماذا؟ يولينا النصف، هنا ثاني ناقص واحد، وهنا يولي الصفر والناقص واحد، إذا تبقى ناقص واحد، صح. هنا واش ينتج عندنا؟ ينتج عندنا أن إف لإكس اللي هي هذه، أي أقل أو يساوي أي ناقص واحد والنقص منها ناقص واحد، واش تولينا؟ تولي ناقص النصف، وأنا قلت تولي ناقص النصف أكبر أو يساوي ناقص واحد. إذا واش لاحظوا لهنا؟ مادام الدالة في الدائرة المثلثية راهي محصورة، السينوس تاعها راهو محصور بين ناقص واحد والناقص واحد على اثنان، هاي الدائرة المثلثية، هاي السينوس تاع السينوس ها وراه، هذا اللي بالاحمر هو تاع السينوس. لاحظوا باللي راهو محصور بين هنا الناقص واحد والواحد، السينوس محصور بين ناقص واحد والواحد. هنا الدالة تاعنا وين راهي؟ محصورة بين ناقص واحد وناقص النصف، ناقص النصف وين راه؟ هو هذا ناقص نصف، هذا نديروه باللون الأخضر حتى تشوفوا مليح، ها هو هاي وين راهي محصورة، فوالا. إذا مادام راهي محصورة بين هادو زوج، إذا هنا واش نقدروا نقولوا؟ واش نقولوا له؟ نقولوا باللي الدالة إف، أي الدالة إف سالبة على المجال هذا، قيم سالبة على المجال الصفر والبي اللي رانا ندرسوا فيه. من جهة أخرى واش عندنا؟ أي من جهة أخرى واش عندنا؟ عندنا بما أن لهنا الصفر أقل تماما من البي، معلوم البي 3.14 وهذا، وعندنا كذلك والدالة اف راهي مستمرة، مستمرة على هذا المجال اللي هو من الصفر إلى البي، مجال المحدود. إذا المساحة كيفاش تكون؟ ومن هو تكون؟ أي المساحة تكون ماذا؟ تكون محدودة، محدودة كما شفنا، محدودة بماذا؟ بالمنحنى سي اف ومحور الفواصل وكذلك المستقيمات، مستقيمات أو نقول مستقيما ذو المعادلة، معادلة ما هي؟ اكس يساوي الصفر و اكس يساوي ماذا؟ بي، و اكس يساوي بي. اذا هنا الأق تكون عندنا اي تكون تساوي مادامها سالبة، نديرو ناقص من ماذا؟ من الصفر الى البي، لاف لاكس تفاضل اكس، ومنه تساوي اي ناقص من صفر الى البي. هنا نديرو الدالة تاعنا اللي هي ماذا؟ ناقص واحد زائد
نصف ماذا؟ عفوا، قلنا زائد نصف سينوس مربع اكس، هكذا تفاضل اكس. صح، نذكركم بواحد العلاقة المثلثية، عندنا كوسينوس كاري اكس واش يساوي؟ يساوي كوسينوس كاري كوسينوس 2 اكس، وانا قلت يساوي كوسينوس كاري اكس ناقص سينوس كاري اكس، كذلك يساوي 2 كوسينوس كاري اكس ناقص 1، كما كذلك يساوي 1 ناقص 2 سينوس كاري اكس. هنا واش ندو؟ هنا ندو اللي تشبه لهذه، هاي وراه تشبه لها، ندو اللي نحتاجه، يعني ندو كوسينوس 2 اكس تساوي هذه، نحتاج هذه. صح، اي واش يصبح عندنا؟ من اجل كل، اي من اجل كل، اي من العلاقه هذه ندو اللي نخدمو بها، من اجل كل اكس من ار، من اعداد من ار، من مجال ار، واش عندنا؟ ندو ماذا؟ ندو كوسينوس 2 اكس يساوي ماذا؟ 1 ناقص 2 سينوس كاري اكس، سينوس كاري اكس. كذلك في هذه السين، في هذه عندنا هذه، عندنا هذه سينوس كاري اكس، سينوس كاري اكس كاين علاقه مثلثيه تاعو ثاني هو، اي سينوس كاري اكس يساوي 1 ناقص كوسينوس كاري اكس. اكتب من علاقه ولات لنا علاقه اخرى ثاني، جبدنا اخرى ثاني، شوف علاقه جيب علاقه، ها هي، ها ومن هو شي يولي عندي، انتبه مليح كفاني نختم، شوف واش يولي عندي، اي الاق واش يولي يساوي؟ يساوي الناقص من الصفر الى البي، ومن بعد يولي ناقص 1 زائد ها زائد زائد النصف. علاش النصف؟ باسكو هنا دينا النصف، شوف مليح، هنا هذه سينوس كاري اكس، خرجنا القيمة تاعها من هذه، شو هنا ما دينا لا كذا ولاك، سينوس كاري اكس شوف منين جبدناها، اه اذا هذا سينوس كاري اكس كاين النصف راهو راه لهنا، ما ننساوهش، اذا زائد النصف ومن بعد مضروب في قيمة سينوس كاري اكس اللي صبناها لهنا اللي هي 1 ناقص كوسينوس 2 اكس على ماذا؟ على ان 2 تفاضل اكس، تفاضل اكس، فوالا. تساوي ماذا؟ تساوي ناقص من الصفر الى البي، اي من ناقص 1 زائد لهنا، هنايا كيفاش نخدمو؟ شوف هذه واش تولي لي، شوف مليح، لهنا بين النصف مضروب في 1 ناقص كوسينوس 2 اكس على 2، صح، هذه كيفاش تولي لي؟ تقول هذه نقدرو ترجع لي هكا، هذه هنايا هي تولي لي نصف مضروب، هذه نفكك المقام، اي نصف شوف مضروب في هذه وناقص ماذا؟ ناقص كوسينوس 2 اكس على 2، يعني هنا واش درت؟ قمت بعملية تفكيك المقام، ومن بعد واش ندير؟ هنا نضرب النصف في النصف والنصف في هذه هكذا، صح، إذا كي نضرب النصف في النصف واش تعطيني؟ تعطيني زائد 1 على 4، ومن بعد نضرب النصف في كوسينوس هذيك تولي لي 1 في الأخرى تولي كوسينوس 2 إكس، و 2 في 2 تولي لي على 4، هكذا تفاضل إكس. ومن هو واش تساوي؟ تساوي دائما ناقص من الصفر إلى البي، أتولي لي هنايا ناقص 1 زائد 1 على 4، كي نوحد المقام تولي لي ناقص 3 على 4، ناقص كوسينوس 2 إكس على 4 تفاضل اكس، تفاضل اكس، ها صح. هنا ناقص هذا الناقص مع الناقص يروح نحيه، اذا واش يولي لي؟ يولي لي صفر
تكامل من صفر إلى بي ثلاثة على أربعة، لأنه عندنا ناقص هنا وناقص هنا يروح، قدر نحوهم زائد كوسينوس 2 إكس على أربعة تفاضل إكس، ومن يساوي الدالة الأصلية لثلاثة على أربعة تعطينا ثلاثة على أربعة إكس زائد الكوسينوس. لاحظ باش نذكرك أنه عندما تكون عندنا الدالة F لإكس تساوي كوسينوس أإكس ولا أإكس بلس بي كيف كيف، خي الدالة الخطية هي مجرد دالة تألفية لبي يساوي صفر. F أي الدالة الأصلية تاعها هي ماذا قلنا، واحد على أ سينوس أإكس بلس بي. ها هو باش تتفكر القوانين. إذا كوسينوس 2 إكس تولي لنا ماذا، هذه تولي لنا على الشكل واحد على أ، الأ هو الإثنان، ها هو الأ، تولي لنا واحد على إثنان مضروبة في السينوس، سينوس سينوس 2 إكس على ماذا، على الأربعة. خي هاك، إذا هذه واش تولي، تولي لنا واحد، تولي لنا سينوس سينوس 2 إكس 2 في الأربعة على 8 هكذا. إذا بي والصفر، ومنه تساوي لنا ماذا؟ الآن نديرو اف لي بي ناقص اف لي ا، أي ثلاثة على أربعة في مكان إكس نعوضها بالبي زائد سينوس 2 بي على ماذا؟ على الثمان، على عفوا ناقص بعد اف لي بي، قلنا اف لي بي ناقص اف لي ا، ناقص عندنا ثلاثة على أربعة في الصفر تعطينا صفر، بعد ناقص باسكو نورمالمون نديرو قوس هنا، نديرو هكذا قوس، وبعد نديرو هذه زائد الصفر زائد، مادام عندنا ناقص نبدلو الإشارة ردوها ناقص، ومكان لها نديرو القوس هذيك تولي لنا سينوس 2 في الصفر صفر على 8 واش تساوي لنا. لاحظ معايا مليح، هذه تبقى كيما راهي سينوس 2 بي، 2 بي يعني كي نديرو الدائرة المثلثية، لاحظ وراي الدائرة المثلثية هنا، هاي الدائرة المثلثية كي نديرو 2 بي، شوف معايا مليح، ها هو البي، بي هاي الصفر بعد بي سينوس 2 بي، واش هو سينوس بي هو صفر، ها هو صفر، كي ندور نزيدو ندور سينوس 2 بي يطيح مع هذه يطيح سوا سوا ثاني صفر، ها هي 2 بي، كي نديرو الدورة هكا ونعاودو نلحقو نوصلو لهنا عندنا 2 بي نطيحو اكزاكت مع، إذا واش تعطينا، تعطينا صفر. نعاودو نرجعو للتمرين تاعنا، سينوس 2 بي واش تعطينا، هذه تعطينا صفر، ها هذه الصفر، وهنا عندنا الصفر، وسينوس الصفر واش هو صفر كيف كيف، سينوس بي ولا سينوس 2 بي ولا سينوس الصفر يساوي الصفر، واش بقات لنا، هذا كامل صفر صفر صفر، واش بقى لنا، بقى لنا هذه اي ثلاثة بي على أربعة، بيان سور تقدر ديرها يونيتي ار يعني وحدة المساحة، وباللغة العربية وحدة المساحة. نكتفي ان شاء الله، ان شاء الله نتمنى تكونوا استفدتوا من هذا التمارين والحلول تاعها ان شاء الله استفادة كاملة بإذن الله، يعني وتكونوا اديتوا منها رصيد كافي لكي تقابلكم، يعني لما تقابلكم التمرين فيه تكامل بالنسبة لي لا تريغونومتري، هادو لا تريغونومتري كوسينوس والسينوس، ان شاء الله في البكالوريا تجاوبوا عليها وراسك مرفوع ان شاء الله بإذن الله.
أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.